ممكن يبقى سبعة في الأساس. وهنا ممكن؟ سبعة. فهم حرارة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهارده موضوع الابيليبسي وجزء من الابيوز، وفي النص الثاني اللي هو الحصه الثانيه هناخد حاجه اسمها جنرال نوك انستيزيا وبقيه الابيوز. تقريبا يعني هنخلص فيه لسه النهارده ان شاء الله من الساعه 1:30 لغايه الساعه 4:30 باذن الله. 5 باذن الله. اوكي طيب. هنعدى من 1 ل 5 تمام؟ هنخلص على 5 باذن الله. ان شاء الله. طيب بنقسم، كنا انواع الابليبسي كان في ناس حضرت التقسيمه دي، بنقسمها بس سريعا. طبعا اول صفحه بالابليبسي هي صفحه رقم كام؟ صفحه رقم 12 جاست فور ريدنج يعني. بس هنفهم منها انواع الابليبسي ايه اللي هتجيب سيرتها بعد كده. مش عايز صوتي يا جماعه عشان بس القاعه صغيره وعددكم فيها. الابليبسي بينقسم الى قسمين. الابليبسي عندنا بينقسم الى حاجه اسمها بارشيا، وعندنا حاجه اسمها جنرالايز. البارشيال بينقسم الى قسمين، في عندنا بارشيال سيمبل وعندنا بارشيال كومبلكس. في بارشيال سيمبل وفي بارشيال كومبلكس. وجنرالايز بينقسم عندنا الى تونيك كولونيك والى نعم. ينقسم الى تونيك كولونيك والى حاجه اسمها ابسنس والى حاجه اسمها مايو. كل واحد من دول طبعا يختلف في الاعراض بتاعته، هل معاه تشنجات ولا لا. طبعا اول حاجه لازم نفرق ما بين كلمه، لازم نفرق ما بين كلمه ايبليبسي ونفرق ما بين كلمه كونفولجن. بتهيألي مش كل كونفولجن لازم تبقى نتيجتها ايبليبسي، وبرضك لازم تعرف ان مش كل ابيليبسي لازم ينتج عنه كونفولجن. يعني ايه ده؟ انا بقول ده، احنا ممكن نجد ناس تتشنج عشان درجه حرارتها مرتفعه، ممكن نجد بعض البنات او السيدات بتتشنج في المرحله اللي قبل نزول البيريو، ممكن نجد ادويه بتخليك تتشنج. اظن انتوا درستوا معايا ادويه زي تي سي اي مثلا، دواء زي الانتي سايكوتيك. فاكرين لما كان بيعمل اسرينياس 4 سيز؟ لما كنا الفور سيز كان اول سي يوم ايه؟ كونفولجن. لما جينا اتكلمنا على تي سي اي وكل ادويه الدبريشن قلنا ممكن تعمل كونفولجن. اذا مش كل كونفولجن لازم يبقى نتيجه ديزيز. كونفولجن ممكن يكون نتيجه سخونيه، ممكن يكون نتيجه تغير في هرمونات الجسد او الجسم، ممكن نتيجه دراج انديوست. وبرضك مش كل ابيليبسي لازم ينتج عنه تشنجات، بدليل ان عندي انواع زي الابسنس مثلا. نوع الابسنس سيجرز ده او الابسنس ابيليبسي ده كل اللي فيه مجرد فقدان عن الوعي. حضرتك بتفقد الوعي لا سمح الله لمده تتراوح ما بين 10 ثواني لنص دقيقه دقيقه، بتبقى باصص بصه اندهاش كده وباصص في السقف وبلينكينج، يعني انت شكلك صح بس انت في نفس الوقت مش صح. اذا لازم نكبر مخنا شويه، مش كل كونفولجن لازم يبقى نتيجه ابيليبسي، ومش كل ابيليبسي ها شود بي اسوشيتد وذ ايه؟ سمعونا ويز. في مثلا عندنا نوع من الابيليبسي اسمه كومبلكس بارشيال، ده بيبقى معاه هلوسه. طب هسالك يا دكتور، طب ما انت الهلوسه دي يا جماعه يا ريت اللي يخش من سكاتي. الهلوسه دي ما هي بتحصل مع السايكوزس. طب انا اعرف منين اذا كنت انا راجل سايكوتيك لا سمح الله؟ شوف خدته معايا سايكوزس، وخد انا في السايكوزس في عندي حاجه اسمها اوديتري وفيجوال هلوسين. لا، هنا الهلوسه بتجي لك على فترات، نوبات زي نوبات الصرع، فبتجي لك فترات بتهلوس فيها لكن طبيعتك نورمال. لكن مريض السايكوزس اخباره ايه؟ مريض السايكوزس الهلاوس مستمره معاه باستمرار. مثلا ستيم بالبارشيال ده بتيجي بشويه تنميل في الجلد او تنميل في العضلات. كل ده مش مهم عندي، المهم عندي النوعين دول اللي هو التونيك كولونيك والمايوكلونيك. التونيك كولونيك لو قلبت الصفحه اللي فيكم ما شافش صورتها قبل كده هتجد فوق في اليمين في الكورنر اليمين هتجد صوره التونيك كولونيك.
بتبقى منقسمه الى قسمين. القسم الاول بيسمى تونيك فيز، وده بيستمر لمده مثلا 10 ثواني بكثير نص دقيقه. الجسم فيه بيخشب زي ما انتم شايفين وبيطلع لقدام، بيطلع ببطنه لقدام، يعني طبعا هو بيقع على الارض وبعد كده بيرفع بطنه على الارض زي ما انتم شايفين، وبيفضل كده جزء من التخشيبه كده. وبعد كده تبدا مرحله الكرونيك فيز. الكرونيك فيز بيبتدي بعد كده يشنج تشنجات بتبقى انسينكرونايز، يعني العضلات بتتحرك كل واحده لوحدها. طبعا التاك واحده من دي ممكن لا سمح الله ممكن الانسان يفقد عمره فيه، لان ابسط حاجه سعادتك ممكن الكلام ده لما طول شويه تصيب الدايفرام كمان. ان انت الابيليبسي المفروض بتيجي اتاك وبتبقى سيلف ليميتد في ظرف دقيقه دقيقتين، لو الكلام ده فضل اكتر من كده والقصه كملت انت كده ممكن الدايفرام عندك يتصاب. والدايفرام لو اتصاب يبقى يحصل لك فشل في التنفس، يسمى بريفرال ريسبيراتوري فيلير. بريفرال يعني عضلات هي اللي تعبت مش المخ هو اللي تعب. ممكن تفقد الوعي فيها، ممكن تفقد الحياه كلها فيها. مش بس كده، ممكن تعض لسانك، ممكن تبلع لسانك، ممكن تكسر سنانك، ممكن يحصل حاجات كتير. فتعتبر التونيك كولونيك هي اصعب انواع الايه؟ بيحصل فيها تشنجات تقريبا في كل عضلات الجسم، بيبقى فيها الدايفرام. المايوكلونيك هي الصوره الاصغر من التونيك كولونيك، بيبقى التشنجات فيها في عضله واحده بس. يعني بتبقى ريبيتيتف كانك كوريا، عارفين مريض الكوريا؟ مريض الكوريا بيبقى عنده حركات لا اراديه في بعض اجزاء جسمه. دي طبعا بتبقى اهون شويه من التونيك كولونيك. قول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. كده عرفنا الاسباب او عرفنا الاسماء وعرفنا عن ايه ابيليبسي وعرفنا عن ايه كونفالجن. مش عايز حاجه تاني من الصفحه دي خالص دلوقتي، ولا عايز حاجه من الصفحه اللي بعديها، ولا عايز حاجه من الملزمه خالص. بص معايا على البورد وارسم ورايا الرسمه دي، لان الرسمه دي هتريحنا جدا ان شاء الله. الاول انتوا عرفتوا انواع، عرفتوا انواع الابيليبسي ايه، فلازم تبقى عارف ان في نوع اسمه ابسنس. هنا هل الابسنس سيجرز دي هل معاها مثلا تشنجات عضليه؟ لا ما فيش. هو انا لو عايز اعالج مريض عنده ابيليبسي محتاج اعمل ايه؟ بتهيألي اللي عنده ابيليبسي ده انا محتاج ازود عنده الانهبيشن ولا ازود عنده الاكزايتيشن؟ بتهيألي كده. فبنجري بقى على رسمه مثلا دي كانت تكون مهمه جدا، وهي يعني ريحت الناس بتوع الفساتين اللي فاتوا اللي حضروا على مدار الاسبوع. عندي كالسيوم تشانل بحتاج اقفلها. الكالسيوم تشانل دي تسمى تي تايب. طبعا احنا كنا خدنا نوع من الكالسيوم تشانل يسمى ال تايب في الصوت اصل ورا، كنا خدنا حاجه اسمها ال تايب دي خاصه بالجهاز الكارديوفاسكولار. عندنا في نوع تاني من الكالسيوم تشانل يسمى تي تايب. كالسيوم تشانل ده موجود في منطقه في البرين تسمى بالثالاموس. لازم نقفل الكالسيوم فيها، لان الكالسيوم فيها بيعمل نوع من انواع الانزايتيشن. تاني تشانل سعادتك مطالب بغلقها هي التشانل الخاصه بالصوديوم. طبعا عارفين ملح الصوديوم هو الملح المسؤول عن الديبولاريزيشن، يبقى يا ريت برضك نقفل التشانل دي. طب ماشي. فطبيعي اللي عايز يعالج مريض عنده صرع محتاج نقفل له مين ومين؟ يا اما كالسيوم يا اما صوديوم. بس قال لك لا، محتاجين ندور في دكاترنا القديمه. عندنا ترانسميتر قديم اسمه جابا، عارفينه؟ ثالث جابا ده لو كان شغال بما يرضي الله عند الناس دي ما كانوش حصل لهم كده. وبالتالي احنا محتاجين البوتنشيت شغله، واظن احنا كنا درسنا قبل كده ادويه تسمى جابا بوتنشيت او جابا انهانسر. فاكرين البي زي دي وفاكرين باربيتريت. وبالتالي الجابا ليها معانا كلام. بس احنا وجدنا كمان ان الجابا بعد فتره بتتكسر في دمك عن طريق انزيم اسمه ترانس امينيز. ترانس امينيز، لا معلش حضرتك، الترانس امينيز انا مستعد ان انا اتنازل عن خدماتك. الترانس امينيز ده الانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم في الجابا، الانزيم اللي بيخلص على الجابا، فانا مش عايزه يشتغل. يبقى قولوا لغايه دلوقتي قدامك كم ميكانيزم ممكن تلعب عليه؟ ثلاثة. يا اما اقفل ايه، لا اما ايه، لا اما ايه، لا اما يسمعوا الناس اللي ورا، يا اما اقفل كالسيوم، يا اما اقفل صوديوم، يا اما احفز الجابا، احفز الجابا، يا اما امنع الانزيم اللي بيكسر الجابا. طيب جايبين يا جابا بس؟ قال لك لا، ده في جلوتاميت كمان. ايه رايكم؟ مش في جلوتاميت؟ والجلوتاميت بيفرز منين؟ مش الجلوتاميت بيفرز من نيرف ترمينال؟ طب هو ايه اللي بيخلي الجلوتاميت يفرز من نيرف ترمينال؟ مش في فيزيكال؟ طب هو ايه اللي بيخلي الفيزيكال تنفجر؟ مش دخول مين؟ كالسيوم. طب ما تيجي تحاول تغلس على الكالسيوم. طب ما تيجي تحاول تعمل استابيلايزيشن في الفيزيكال. طب ما تيجي بعد ما الجلوتاميت يطلع تجري تقفل الريسبتور اللي اسمه نمضه، فاكرين النمضه ريسبتور؟ ما تيجي نقفله. يبقى شايفين انا عايز احفز الانهبيتوري وعايز اقفل مين؟ سمعوني الاكزايتاتوري. الاكزايتاتوري بيطلع ليه؟ سمعونا صوتكم، بيطلع بالكالسيوم. لما الكالسيوم بيطلع الفيزيكال بتتحرك.
والممبرين بينفجر. طب انا مش عايز الممبرين ينفجر، ولما ينفجر والكلوتاميت يطلع بيشتغل على الابن مسايل دي اسبارتيت اللي قبل كده اغلقت بدواء اسمه امانتادين. فاكرين الدواء اللي اسمه امانتادين؟ حد فاكره؟ امانتادين اللي كان بيعالج الباركنسونيزم ده، اللي كان بدري في الاول، اللي كان تاثيره بيختفي، وكان بيعمل نوع من الحساسيه المفرطه اسمها ليفيدو ريتيكولات. ماشي، بس هي دي الادويه اللي نضرب عليها. تعالوا بقى نحط الادويه بتاعتنا على الرسم. كويس، يبقى انا عندي كم ميكانيزم يا شباب بس سمعونا صوتكم. عندنا يا اما نقفل مين؟ ها، كالسيوم، هنعمل ادويه تقفل الكالسيوم. اما ادويه تقفل مين يا فندم؟ صوديوم. اما ادويه تحفز من الجهاز، اما تحفز من الجهاز يعني تخليه يمسك في الريسبتور بتاعه اقوى، اما تحفز من الجهاز تخليه يتراكم جوه جسمك عن طريق ان امنع الانزيم اللي بيعمله انهبيشن، اما امنع الجلوتامات اكتفه عن طريق ان امنع الكالسيوم اللي داخله، اكتفه عن طريق ان امنع البيزيكل اللي تنفجر وتطلعه، اكتفه عن طريق نقفل مين يا فندم الريسبتور اللي طبعا. اذا عندي تقريبا 6 7 ميكانيزمات. ماشي، نبتدي نحط ادويتنا باللون الاحمر عشان يبقى في فرق في الموضوع. طبعا اشهر ادويه ظهرت على الاطلاق اللي هي الادويه العجوزه بقى اللي ظهرت، اللي هي الكلاسيك، هم اللي بيقفلوا طبعا الصوديوم. لغايه ما كنت طالب سنه 96 مثلا، اخر سنه اتخرجنا فيها، ما كانش حالتنا غير الادويه دي اللي هي بتقفل مين يا فندم؟ بتقفل الصوديوم فقط. كان حالتنا مين؟ اللون الاحمر باين ورا، اللون الاحمر هكمل بس دي الاسماء عشان اعمل كونتراست يعني. فينيتوين، اظن انتوا عارفين فينيتوين ده من زمان، من ايام ما كنا صغيرين في الترم الاول، وسمعنا عليه انه دواء ريزل والبايوفيرابيلتي بتاعته بتختلف من دوز لدوز، ودواء سيرابيوتيك اندكس بتاعته ضيقه، ودواء سيرابيوتيك ساتيورابل كاينيتيك، ودواء انديوسر. فاكرين كان كذا مره ذكر وكنا دايما نقعد نقول على الدواء ده بتاع صرع بتاع صرع بتاع صرع لغايه ما جينا للصرع. في كمان دواء اسمه مش عايز صوت، في كمان دواء اسمه كاربا مازيبين. كاربا مازيبين برضه جت قبل كده سيرته مع اسماء الانديوسر في الجنرال. دول كانوا الكلاسيك بتوعنا، دول كانوا الكلاسيك بتوعنا، دول اول ناس ظهروا على الاطلاق في علاج مين يا فندم؟ في علاج الصراع عن طريق ان هم بيقفلوا الصوديوم اتشد. بس قال لك لا، في ناس تانية قدرت تشتغل الشغلانه دي. ابتدت تطلع مجموعه جديده من الادويه تسمى باللامو تيجرين، لامو تيجرين او تيجرين لو عايز. وفي دواء كمان طلع اسمه توبي رامات، وده بيتباع كتير قوي دلوقتي. توبي رامات، اكيد انا حاطط ده فوق لسبب وحاطط ده لتحت سبب. يبقى انت عندك كم واحد بيشتغل على الصوديوم كده؟ ها؟ اربعه. الاثنين اللي قدام اللي هم مين ومين؟ اللي هو الفينيتورين والكاربامازيبين، والاثنين الجداد اللاموتيجرين والتوبيرامات. انت ليه يا دكتور حاططهم بالطريقه دي؟ تعالوا نشوف. قال لك اللاموتيجرين واضح ان هو مش بس بيشتغل على الصوديوم، لا ده كمان بيمنع دخول مين يا فندم؟ سمعوني، بيمنع دخول ها الكالسيوم. اذا اللاموتيجرين ده ليه وظيفتين، حد يقولهم؟ لامو تيجرين ده ليه وظيفتين، ايه الوظيفه الاولى والوظيفه الثانيه؟ الوظيفه الاولى انه بيعمل ايه؟ ها؟ بيمنع الصوديوم، والوظيفه الثانيه بيمنع دخول الكالسيوم في النيرف تيرمينال. وطالما منع دخول الكالسيوم في النيرف تيرمينال امانه وقت بمنع خروج الجلوتامين. قال لك طب ما بالمره مين الادويه اللي بتمنع خروج الكالسيوم؟ قال لك في دواء اسمه جابا بنتين، جابا بنتين، واضح ان اسمه جابا يعني جابا بنتين. وفي كمان دواء، في كمان عندنا دواء، الدواء ده اسمه بري جابالين، بري برضه جابا، واخدين بالكم من الكلمه جابا لين؟ ايه ده؟ ده كده كل الادويه اللي فيها حرف جيم واضح انها بتمنع الكالسيوم، اللي هو مين؟ لامو ايه سمعوني؟ لامو تيجرين والبري جابالين والجابا بنتين، دول بيمنعوا دخول مين؟ الكالسيوم. بس يزيد عليهم الدامو تيجرين ان هو بيعمل ايه كمان؟ بيقفل الصوت. برافو عليك. طب انا ليه حاطط توبيرامات تحت كده؟ لان التوبيرامات، طب الاول بس قبل ما نتوه، احنا دلوقتي قفلنا الصوديوم بكام حته؟ قفلنا الصوديوم بكام حته كده سمعنا؟ اثنين قدام واثنين جداد، مين الاثنين القدام؟ الفينيتوين والكاربومازيبين، وفوق لامو تيجرين وتحت التوبيرامات. اظن فوق هيفكرك انه ناحيه الكالسيوم، وبالتالي ده موتيجرين كمان هيطلع على الكالسيوم. تحت بيفكرك انه جنب الجابه، صح؟ واخدين بالكم؟
ان تحت كمان هيشتغل كجابة وتنشئت. تحت كمان هيشتغل كجابة ايه سمعوني ها وتنشئت. فوق اشتغل لوحده ولا اشتغل معاه اتنين كمان؟ اتنين كمان. تحت هيشتغل مع الناس اللي انتوا عارفينهم. مش كنا بنحط تحت كمان الباربيتوريت وبنحط مع الباربيتوريت كمان مين؟ البنزو ده يزيل. يبقى زي ما انت شايف مين بوتنشيتور عند حضرتك؟ مين بوتنشيتور؟ البوتنشيتور الترديشنال بتاعنا اللي هما مين ومين؟ الباربيتوريت والبنزو ده يزيل وحط عليهم واحد زيادة. مين هو الزيادة؟ توبيرانز. فهمت حاجة؟ كده خلصنا من مين ومين ومين. عرفنا مين بيحفز الجابة صح؟ مين بيحفز الجابة بعد إذنك؟ هي بعد خمس دقايق بالظبط هتحفظها. الكلام ده بتجرب في زمايلكم إن شاء الله. ها؟ مين بيحفز الجابة؟ الباربيتوريت وبنزودايازبين وتوبيرامات. مين بيمنع الكالسيوم؟ الجابة جابة وكل حاجات فيها جابة. مفيش أدوية في التاني فيها حرف جيم على فكرة. أي دواء فيه حرف جيم هتلاقيه بيمنع الكالسيوم. جبلين وجابة بنتين ولامونتجين. فاضل الكالسيوم صح؟ وفاضل النمضل وفاضل البتاع. بنقفل الكالسيوم عن طريق دواء اسمه ايسو سوكسامايد. طبعا الابليبسي بيعتبر اصعب برانش في سي ان اس. فحضرتك ما تتضايقش من كتر الاسماء. سواء تبقى حاجه سهله خالص بعد شويه. دواء اسمه ايسوكسامايد. اظن سهل خالص. مفيش دواء تاني فيه حرف سين. هو ايسوكسامايد وبيقفل الكالسيوم وبيشتغل على الثلاموس وعلى فكره بيعالج الابسنس وكمان هو السيفست. شايفين السين بتخبط في وداني ازاي؟ مفيش دواء تاني فيه حرف سين. لسوكسامايد بيقفل الثلاموس والكالسيوم وسيف وشغال على اي نوع من السيجر. على اي نوع من السيجر؟ السيجر الابسنس اللي هي ما كانش فيها تشنجات. طيب ماشي. في دواء بقى ظهر مع المجموعه دي كان تراديشنال اسمه فالبرويت. فالبرويت. الفالبرويت ده هو الجوكر بتاعي. الفالبرويت ده فاكرين كده دواء خدناه زمان كان اسمه اميودارون. اميودارون ده كان انتي اريزميك. فاكرين كان بيقفل الكالسيوم وكان بيقفل الصوديوم وكان بيقفل البيتا وكان بيقفل الالفا تلقوا لو سايب التلفزيون يقوم يقفله لك. فاكرينه كان دواء اسمه ها برود سبيكتروم انتي اريزميك. ده بقى البرود سبيكتروم انتي ابيليبتيك. ليه يا فندم؟ اولا بيقفل صوديوم. اهلا وسهلا. ثانيا بيقفل مين؟ سمعني كالسيوم. اهلا وسهلا. ثالثا بيقفل الترانس امينيز انزيم. اهلا وسهلا. رابعا بيقفل كمان النمبر ها ريسبتور. يبقى ايه رايك؟ لو عندك اي نوع من انواع الابليبسي حضرتك خد الفالبرويت وانت مغمض بس ما تزعلش على كبدك لانه هياكله لك ان شاء الله. هو هداه توكسيك جدا. الدواء ده اسمه ديباكين لو حد فيكم سمع او قرا اسمه. الفالبرويت ده شغال لوحده اربع شغلانات. اللي فيكم شاطر يبقى انا عندي دلوقتي حوالي خمس ادويه بيقفلوا الصوديوم. مين؟ مين بيقفلوا الصوديوم؟ يلا مين بيقفل الصوديوم؟ فينيتوين والكربومازيبين والفالبرويت وتينجودال. دامه فوق وتوبي تحت. الفالبرويت بيعمل اربع شغلانات. اتفضلوا. الفالبرويت بيعمل اربع شغلانات. ايه هما الاربع شغلانات بتوعك؟ اتفضلوا. بيقفل مين؟ بيقفل الصوديوم. بيقفل مين؟ بيقفل الكالسيوم. يبقى انا عندي كام دواء بيقفل الكالسيوم؟ السوكسامايد والفالبرويت. بس الوحيد اللي بيقفل نمض على فكره مفيش حد غيره بيقفلها. طبعا الامانتادين جربناها بس طلع فاشل. بيقفل لك كمان النمض ريسبتور اهو. وكمان الوحيد اللي بيمنع فاكرين الانزيم الغريب ده اسمه ايه؟ ترانس امينيز. فاضل لي ايه بقى لو انت شاطر؟ يبقى انا كده نراجع تاني. قفلنا مين ومين ومين ومين؟ قفلنا الصوديوم. قفلنا الكالسيوم. كمان قفلنا النمضه. كمان قفلنا ترانس امينيز. كمان حفزنا ايه سمعوني؟ الجابه. كمان منعنا دخول مين؟ كالسيوم. فاضل اعمل ايه في الفيزيكال؟ فاضل اكتف الفيزيكال واقفلها. دواء اخير ما اعتقدش ان هو هيطلبوا منكم تحفظوا اسمه لانه اسمه صعب بصراحه غير قابل للحفظ. اسمه ليفي تي را سي تام. الليفي تي را سي تام ده اللي بيقفل مين يا فندم سامعوني؟ ده اللي بيقفل ايه؟ ها؟ ده اللي بيقفل الفيزيكال وبيمنع ان الجلوتاميت يخرج. خلصت ادويه الابيلبس. هيبقى فاضل لنا الادفيرز افكت ونروح من الابيلبس. اتفضل. بصوا عليها بصه كده عشان همسحها وتملوها لي تاني.
الاول عايزين نقرا الجدول عشان نطمن على الكلام الموجود. هتقولي جدول التيم مود اوف اكشن صفحه كام؟ فوت صفحه الثانيه. ايوه هنا صفحه كام؟ تعالوا كده يا جماعه نشيك كده على الجدول. بصوا كده على الجدول وقولوا لي في حاجه غريبه مكتوبه ولا ممكن نفتح صفحه 14 اول صفحه اكشوالي هتتذاكر. بص عايز افرق لك بس انك تحفظ الجدول او تبص على الرسم اني هيبقى اسهل. بص الجدول مكتوب فيه مين؟ يلا في كل حته كل الجسم عشان كده ما كتبتش اي صوت. بداية الفينيتوين بيستخدم انتي اريزمي. لو تتذكر الفينيتوين كان متصنف كلاس 2 كلاس 1 بي زيه زي ليدوكين. كان في دواء اسمه فينيتوين متصنف معنا كده وبيقفل الصوديوم كمان في القلب بيقفل في الاعصاب بيقفل في كل حاجه عشان كده ما كتبتش مكان. طيب ممكن لو سمحتوا نقرا صفحه 14. ممكن نقرا صفحه 14. صفحه 14 بنقسم فيها المود اوف اكشن ازاي؟ زي ما انتم شايفين قولوا لي كده في حاجه ناقصانا في الرسمه ولا لا؟ عندك ادويه على ايدك الشمال وعندك ادويه على ايدك اليمين. تعال ناخد كده الادويه اللي بتزود الجابا اكشن. مين ومين ومين؟ يلا يا جماعه معايا. ها باربيتوريت وبنزودازيبين وتوبيرامات. في مشاكل؟ مش هما دول اللي بيحفزوا مين؟ سمعوني الجابا اكشن. طب انزل تحت. مين اللي بيمنع الانزيم اللي اسمه ترانس امينيز اللي هو الفالبرويت؟ طب انزل تحت. مين بيقلل الجلوتاميت ريليز عن طريق انه بيقفل الفيزيكال اللي اسمه ليفي تيراسي ده؟ طيب مين بيقفل النمط ريسبتور؟ رد عليا. ها الفالبرويت. طب خش يمين ركز معايا. مين بيقفل الصوديوم شانل؟ كده بقى كام واحد بيقفل الصوديوم شانل؟ خمسه. اقروهم. هتجد الفينيتوين والكربامازيبين والفالبرويت دول العواجيز وحط عليهم اتنين جداد. مين ومين؟ لاموتجرين وتوبيرامات. كمل يمكن اكون غلطان. مين بيقفل كالسيوم في الثلمس؟ الايزوكسامايد وعليه مين؟ وعليه الفالبرويت. مين بيقفل لك البري سينابتيك كالسيوم انفلكس؟ مين ومين ومين؟ حروف الجيم. فهي حفظ الجدول ده يجننك. لو هتحفظ بالجدول هتتجنن. الرسمه فكتها وبالتالي لازم الرسمه تتحط رقم واحد. خلاص املوها لي بقى تاني عشان هنشتغل اكوردنلي كده. انا ما حدش يبص في ورقه وعايزين نعتمد على الشورت تيرم ميموري لمده دقيقتين كده ونكمل. ها تفضلوا قولوا لي هنعمل ايه. يلا هحط ايه على السبورت؟ هحط مين هنا؟ هحط هنا كالسيوم شانل فين؟ في الثلمس. وبعدين احط مين؟ صوديوم شانل. وبعدين اكمل. وبعدين احط فوق مين؟ نيرف ايه؟ كيرلت. وبعدين احط تحتها ايه؟ ريسبتور. طالما فوق شغال على الجلوتامين يبقى تحت هشتغل على مين؟ الجاب. نبتدي باللي بيقفل الصوديوم. مين كلاسيك بيقفل الصوديوم؟ مين ومين؟ ها؟ الفينيتوين الكبير وها؟ كربامازيبين. هيبقى في دوايين. طب افتكر منين ان اللام وفوق والتوبي تحت؟ يا اخي الحروف الابجد ال قبل التي. صح غلط؟ مش ال قبل التي فدايما ال يبقى فوق والتي تحت. ليه؟ لان فوق وتحت دي هتفرش اكيد في شغل. لان طالما ده تحت يبقى هيبص على مين؟ يعني هيشتغل كجابه ايه يا فندم سمعني؟ بوتنشيتور. طب هم دول مين البوتنشيتور بتوعهم؟ وده طالما فوق بيمنع دخول مين؟ طب هو ده مين اللي بيمنع الكالسيوم؟ الجبارين والجبارين. وصلت؟ طب الجابه ده لما كان يحب يتكسر كان بيتكسر بنزين اسمه ايه؟ ترانس امينيز. طب الكالسيوم كان مين بيقفله؟ الدواء اللي فيه سين اللي هو ايسوسوكسام. طب يا فندم مين اللي بيقفل الانزيم؟ في دواء عندي اسمه فالبرويت بيقفل مين؟ كالسيوم. بيقفل مين؟ صوديوم. بيقفل مين؟ بيروح يقفل مين؟ فاضل لي ايه؟ خلصت؟ خلاص؟ ده المود اوف اكشن اصعب حاجه في الجسم. تعرف عدت على خير. كمل كلام. طيب نشوف مع بعض في صفحه 14 يا ترى ادويه. نكمل بقى صفحه 14. في دواء كنا خدناه في الترم الاول اسمه اسيتازولامايد كان كربونيك كان هيدريس انهبيتور. مش عارف تفتكروا حاجه كده؟ فاكرين كده برانش ستايريتك اللي هو الكيدني؟ افكركم بيه. ما اعتقدش ان ده داخل معاكم فاينل يعني احنا بنكتفي فقط باول اربعه. فاكرين احنا كنا بندرس ايه في الدايريتك؟ كنا بندرس لوب وسايازايد وسبارولاكتون ومانيتول ودواء ريزل كده في الاخر. الريزل ده عامل ايه؟ المفروض يعني ان شاء الله. بس احنا كنا عايزين نتكلم عنه في حاجه. كان الدواء اسمه كربونيك فاكرينه كده انهيدريز انهبيتور. لو تفتكروا الصفحه بتاعته كنت راسم حرف اي كبيره كده.
تي برتقالي كده في الصف. هاجي نفسي اهو انه كان الدواء ده لو تتذكروا كنت بقول لكم كل اللي بيعمله الدواء ده انه بيعمل اسيدوزيس في الدم والكالاين يورين. فاكرين حاجه كده؟ هو انا طالما بيعمل الكالاين يورين ده اللي بيساعد على انك تعمل اكسكريشن للادويه الاسيديك. فاكرين عن طريق الكالينايزيشن يعني حاجه اسمها انفيزيما. فاكرين حاجه كده كانت الناس اللي بتطلع على المرتفعات اي التيتيود وكان بيتحط في العين اي وكمان كان بيعالج ابيليبسي. وساعتها قلت لكم الدواء ده بقى فاشل ليه؟ ان هو بيلعب على انه يعمل لك ميتابوليك ايه في دم حضرتك ها الاسيدوزيس. ان الاسيدوزيس دي بتعمل نوع من انواع الديهايدريشن في خلايا المخ فساعتك يبقى عندك نوع من انواع السيديشن وتبقى نايم لفترات طويله. وده ما ينفعش لان سن الابيليبسي هو سن الطفوله وسن المدرسه والحضانه. فقال لك الدواء ده تقريبا خلاص طوارى عن الوجود ومحدش بقى بيفكر فيه الا بناخده في حاجه واحده بس بعض البنات او السيدات قبل ما البيريود بتنزل الاستروجين بيعلى قوي في دمهم ممكن يتسبب لهم في تشنجات تسمى بري دوره كونفالجن بري منسترال كونفالجن. بس ده الاستخدام اللي فاضل. وعلى فكره يعني لو تبصوا عليه حتى كمان بطلنا استخدامه فيه. فهو بعد ما اداك كل اسماء ادويه الابريسي بيفكرك ان في دواء مازال حتى الان ممكن نفتكره في علاج الصرع. وانا ده مش صرع ده كونفالجن. مش احنا اتفقنا مش لازم الكونفالجن يبقى نتيجه مرض ممكن نتيجة تغير في هرمونات تغير في درجة حرارة. مكتوب طبعا ان هو intermittent. يعني ايه كلمة intermittent؟ يعني حضرتك ما تاخدوش بشكل منتظم بيتاخد لا سمح الله قبل القصة دي بيوم ولا حاجة لان هو دواء غبي بيعمل اسيدوزيس. وعلى فكرة يعني حلو وما بيحصلش منه تولرانس زي بقية الادوية اللي عم ندرسها دلوقتي. فمكتوب ان هو بينفع فقط في نوع معين من طبعا كلمة fit هي هي كلمة convulsion هي هي كلمة seizure. كلمة فيت هي هي كلمة سيجر هي هي كلمة كونفالجن. كل دول أعراض لمرض. المرض اسمه إيه؟ قد يكون إبليبسي أو قد يكون لا. طيب هل الأدوية دي بتعالج إبليبسي بس؟ طبعا لا. طبعا أنت بتقفل ستوديو وبتقفل كالسيوم فتتحرك في أماكن كتير صح؟ فأنت أكيد هتتفرع في تفرعات تانية كتير. نبص كده على الثيرابيوتيك يوزز بتاعت هذه الأدوية. هنا في صفحة 14 ماشي معايا؟ طبعا الأدوية دي بتعالج إبليبسي. طبعا الادويه دي بتعالج الريزمي. هتقولي ليه؟ ما هي بتقفل صوديوم يا عم. انتوا ناسين كلاس 1. فاكرين حاجه اسمها كلاس 1 انتي الريزميك؟ مش كلاس 1 انتي الريزميك دول كانوا بيقفلوا صوديوم؟ مش كان في كلاس 1 ايه كان اسمه بروكينامايد وكان في كلاس 1 بي اسمه ليدوكين وكان في واحد اسمه فينيتوين؟ ما هو ده. يبقى شاور عن الريزمي وحط صح. قول انا فاكر دواء اسمه فينيتوين او مش فاكره عن راجعه طبعا تاني في الفاينل. طيب خلاص يبقى بيعالجوا ابيليبسي وبيعالجوا الريزمي. كويس ايه تاني ممكن يعالجوه؟ فكر كده. يقول لك لا ده انا ممكن استخدمهم كمود ستابلايزر عشان نوقف المراكب السايره. اصل كان في مرض كده بنخاف منه اسمه بايبولر. فاكرين العيال البايبولر دول؟ لكن انا كنت سايب اخر صفحتين في المزامه بتاعت الديبريشن. البايبولر ده اللي بيعمل لي سويتش ما بين الاكتئاب وما بين الجنان. بنحاول نفارق ما بين المرحلتين. بنحاول ما يبقاش السويتش كده مش واضح المعالج. الناس يا ريت لما تعمل سويتش تعدي في مرحله ستابلايزيشن شويه عشان حتى ده بيجنن اهله معاه. البني ادم ده بيبقى في شخصيتين. ممكن الصبح تلاقيه لابس ومقبل على الحياه ورايح الكليه وبيضحك مع اهله وبالليل يقلب. طب وبعدين انت كده بتتحرك ما بين المانيا وما بين الديبريشن. الادويه دي بتساعد على انها تحافظ على المود. يعني تعمل حاجه اسمها مود ايه يا شباب سمعوني ستابلايزيشن. احسن دواء يلعب اللعبه دي هو الليثيوم. بس هنعرف ان الليثيوم ده لعنه وتوكسيك جدا. فابتدوا يجربوا ادويه جديده تكون بتقفل الصوديوم او الكالسيوم عشان تحاول تقلل من الاكسايتيشن اللي ممكن حضرتك تتنقل فيه بعد ما بتكون مريض ايه؟ مريض ديبريشن. فبقينا بنجرب الدواء اللي اسمه تلاموتيجرين شغال، الفالبرويد شغال، الكاربامازيبين شغال. عايز يقول لي هو اللاموتيجرين كان بيعمل ايه؟ كان بيمنع اللاموتيجرين كان بيقفل الصوديوم وبيمنع الكالسيوم. في سيجارت كانت بتمنع افراز الجلوتامين. طيب انا عايز اقول حاجه. يبقى انا لغايه دلوقتي خدت ثلاث استخدامات ايه وايه وايه سمعوني. رقم واحد ابيليبسي اسمع، رقم اثنين كاريزني، رقم ثلاثه بايبولر. بس البايبولر ما بيعالجوش لا ديبريشن ولا بيعالجوا مانيا. هما بيساعدوا على ان المود يفضل فين ها؟ منتصر. لا ما هو زياده الدوبامين دي بتعمل لك كونفالجن ليه؟ مش عن طريق الصوديوم؟ ايه الاعراض بتاعت المانيا؟ فيها اجزاء كتير داخل فيها ترانسميتر ولا لا؟
عندك الصوديوم بيتداخل والكالسيوم داخل. فانا لما بمنع الكلام ده كله، هو الدوبامين اصلا بيفرز ليه؟ الدوبامين بيفرز مش بالكالسيوم برضك ولا ايه؟ هو انت لما تيجي كويس انك لقطت الكلام ده، هي مثلا دواء زي اللاموتجرين ده لما يمنع دخول الكالسيوم هيمنعه جلوتاميت بس ولا هيمنعه كمان على الفيزيكال اللي بيطلع دوبامين؟ رد عليا، مش انا دلوقتي مجنون عشان بطلع دوبامين كتير؟ هو اللي بيمنع الكالسيوم ده بيمنعه على الجلوتاميت ولا بيمنعه على اي حته؟ وبالتالي همنع لك الترانسميتر انها تطلع في دماغك، همنع لك الدوبامين وامنع لك السيروتونين وامنع لك النور ابنفرين. غير كده كمان ممكن اقفل لك صوديوم، فلو بتتشنجي ممكن اساعدك على ان التشنج ما يحصلش. وبالتالي ما تفتكريش ان بمنع الكالسيوم على الجلوتاميت بس، ده انا همنعه كمان على السبستانس بي. عشان كده الادويه دي بتستخدم في البين كمون. يقول لك الادويه دي بتعالج النيوروباثيك بين، يعني انا ممكن استخدم الادويه دي في الترايجيمينال نيورولوجيا، ممكن استخدمها. تسمع عن دواء اسمه ليريكا؟ ليريكا ده خد شهره جامده جدا. ليريكا ده كان بيعالج مرض اسمه بريفرال نيوروباثي، اللي بيجي للسن الكبير، واللي بيجي مع مريض الدايابيتس، واللي بيجي مع مريض الهربس زوستر. عارفين الهربس زوستر اللي عندهم الام مبرحه، اللي بيجي مع مرض اسمه ترايجيمينال نيورولوجيا. كل الكلام ده نتيجه صوديوم عمال يخش وعمال يقرفك. الصوديوم لما بيخش او الكالسيوم لما بيفرز او بيخش بيطلعوا مواد زي سبستانس بي وبيديك بين. لو تتذكروا في بدايه السي ان اس قلت لكم هتسمعوا كلمه نيوروباثيك بين فقط ثلاث مرات، مع ترامادول والتي سي اي وادويه الصرع. حد يقول لي ليه ادويه الصرع ممكن تمنع البين؟ مش انا، بصوا كده مين اللي بيعالج الصرع؟ الجابابنتين اللي بيعالج البين مين؟ ثانيه واحده، مش عندك دواء اسمه بريجابانين وجابابنتين؟ هي الادويه دي مش بتمنع دخول الكالسيوم فتمنع خروج السبستانس بي، فبتخليك ما تشعرش بالبين. مش ممكن الادويه دي لو قفلت صوديوم تمنع البين ترانسميشن في الاعصاب؟ فهي ليها كذا حاجه. والليريكا على فكره كان بيستخدم لفتره قريبه واتباع منه على فكره بمليارات الجنيهات على مستوى العالم، بس وجدنا ان الكبار اللي بياخدوه بيجي لهم الزهايمر، بقى بيعملهم ديمنشيا. فعشان كده بقى عليه كويشن مارك كتير، يعني عملوا بحث في الخمس سنين الاخاره على اللي بياخدوا ليريكا في كبار السن، وجدوا الديمنشيا والالزهايمر عندهم بيزيد جدا جدا. فبعد ما كان الليريكا بيتباع بقول لك بالاف العلب يوميا على مستوى العالم، بقى ابتدى يقل جدا، لان يعني مفيش حد بقى بياخد ليريكا الا وينسى ويبتدي الالزهايمر يبان عليه بقى. طبعا انت بتمنع ترانسميتر، مش انت بتمنع ترانسميتر فانت بتخليني تنح، بتخليني عندي نوع من انواع الابثي. مش انت بتمنع دخول كالسيوم ولا انا غلطان؟ طالما انت بتمنع كالسيوم فبتمنعني من افراز حاجات كتير. فاللعب في المخ والاعصاب بيخبط في اماكن كتير. خلصنا كده الاستخدامات، اتفضلوا قولوا لي خدنا كام استخدام؟ اسمعوا معايا، خدنا ايه؟ الادويه دي بتعالج الابيليبسي، بتعالج الابيليبسي، ممكن تنفع في البايبولر بس مش كعلاج لمانيا ولا ديبريشن، كمود ايه؟ كبديل لماده سيئه اسمها ليثيوم هنتكلم عنه ان شاء الله. كمان الادويه دي ممكن تنفع في علاج الوجع، اني انواع وجع سخيفه شويه لانها بتشتغل. في استخدامات ثانيه عندنا؟ اه طبعا، ما انت مثلا دواء بيمنع الكالسيوم، هو الكالسيوم ده كان ايه؟ مش الكالسيوم ده كان بيطلع لي سيروتونين وكان بيطلع لي نور ابنفرين؟ ايه؟ فاكرين المايجرين كان بيحصل ليه؟ مش كان بيحصل للمايجرين لما بشر نور ابنفرين وبشر سيروتونين فكان يحصل لي انفلاميشن وكان يحصل لي بازو كونستريكشن والفيزل اتضيق بعد ما كان ضيق؟ فاكرين كان يحصل له بازو ايه؟ دايلاتيشن. بيحصل ايه في العصب؟ فاكرين لما العصب يتشد؟ ايه اللي بيحصل؟ اوكي. طب معلش اطمن على الصفحه دي لانها صفحه رزله. اسال وتردوا عليا. عايز اقفل الصوديوم بخمس ادويه، اتفضل. طب بصوش ورقته، عايزين نقفل الصوديوم بخمس ادويه. في اثنين جداد وفي ثلاثه قدام، اثنين جداد واحد فوق واحد تحت. لاموتجرين وتوبيرامات، والثلاثه القدام الكلاسيك اللي هم مين ومين؟ فيلتويل وكاربامازيلين وفالبرويد. مين عايز دوائين يقفلوا كالسيوم؟ يلا عايزين دوائين يقفلوا كالسيوم، مين ومين؟ فالبرويد. ايسوكسامايد والفالبرويد. طب عايزين ادويه تمنع البري سينابتيك كالسيوم انتري. الادويه بحرف الجيم، الادويه اللي بحرف الجيم. الجابا بنتين والكلام ده. طب عايزين ادويه تقفل نمضة وترانس امينيز. فالبرويد. هو الفالبرويد بيقفل نمضة وترانس امينيز بس ولا كان بيمد ايده على مين؟ على الكالسيوم والصوديوم كده، عشان كده هو البرود سبيكتر، تمام؟ هتقولي صفحة واحد في الابريكسي، معلش انا اتفقوا كتير، الجدول الكبير ده عايز الفت نظر حضراتكم لحاجة. الجدول اللي قلت لكم ايه دي؟ مكتوب فيه اسماء صفحة واحد في الابريكسي مش في المزاد. صفحة كام؟ 12؟ اعتقد الجدول بينقسم الى لونين، شايفينهم؟ حضراتكم معايا؟ صفحة 12 يا شباب. صفحة 12، خلاص؟ اعتقد الجدول بينقسم الى لون اصفر ولون لبني، صح؟
لو انت لمحها بيتين هتجد الجدول مفتوح كله على البالبرويت. هتاخد بالك الحاجة الوحيدة اللي مفتوحة هي البالبرويت. يعني البالبرويت دوات برود سبيكترم انتي ابيليت. طبعا حقها ولا مش حقها؟ اكيد حقها. حقها ليه او حقه ليه؟ سمعوني، لانه بيقفل بعيد تاني، بيقفل ترانس امينيز وصوديوم وكالسيوم ونضره، مكتف لك كل حاجه، بيزود لك الجابا ومنع لك الجلوتاميت ومنع لك الصوديوم ومنع لك الكالسيوم. وبالتالي لو اتزنقت في تحليل او معرفه نوعيه الابريبسي ابدا بيه، بس ما تكملش عليه. لو اتزنقت، اصل انا عندي في الابريبسي زي الاريزميا بالظبط تحليل اسمه اي جي، بتهيألي شفتوه في الفسيولوجي. الاي جي عامل زي الاي سي جي بالظبط، بس القصه قصه الفا وسيتا ويف وكده. وبالتالي هتتعلموا قرايه اجزاء بسيطه منه في نيورو طبعا في سنه خمسه. مشكلتنا في الابريبسي ايه؟ انك لو خدت دواء غلط ممكن تعمل لي نوع تاني من الصدمه. يعني انا لو وقت مايوكلونيك وانت جربت معايا الدواء بتاع التونيك كلونيك ممكن تعمل لي ابسنس. لو انا كان عندي ابسنس بس احنا اتفقنا الابسنس ده بيجي له تشنجات عضليه، لو خدت معاه دواء غلط تخيل حضرتك ممكن تعمل لي مايوكلونيك في عضله من العضلات. وبالتالي ادويه الابليبسي لازم تختارها بدقه كبيره جدا. حد يقول لي ازاي؟ هرد عليك افكرك، فاكرين الدواء اللي اسمه اميودارون؟ كنت عامل لكم الادفيرس افكت بتاعته من حروف كلمته، كان حرف الايه ايه؟ اريزميا. قلت لكم الدواء بتاع الاريزميا اول ادفيرس افكت هيعمله ايه؟ اريزميا. ما انت يا حبيبي لما هتقفل لي صوديوم وتقفل لي كالسيوم وتقفل لي بوتاسيوم وتقفل لي بيتا، ما انت هتلخبط لي الاي سي جي ولا انا غلطان؟ وطالما لخبطت لي كيو ار اس كومبلكس والافينيتي ويف ورفعت لي بيتا، يبقى خلي بالك الادويه اللي بتمنع ترانسميتر او اللي بتمنع الكاتاينز انها تخش مخك لو استخدمت في المكان اللي غير مصرح ليها انها تستخدم فيه هتدخلك في ابليبسي جديد. عشان كده مهم اهميه تشخيص الاي اي جي، مهم بالنسبه لنا جدا ان انت تفرق ما بين مين ومين. سمعوني، تفرق ما بين البارشيال سواء سيمبل ولا كومبلكس ولا تونيك كلونيك ولا ابسنس ولا مايوكلونيك. ازاي؟ خليكم معايا. بحط انا البارشيال سواء مين ومين، مش البارشيال قلنا مين ومين، سمعوني، سيمبل او ايه او كومبلكس، بحطهم في كفه واحده مع التونيك كلونيك، فتعتقد الجدول الاصفر كله مع بعض اللي هما مين مع مين. يلا يا جماعه اللي هما بارشيال مين ومين؟ بارشيال سيمبل وكومبلكس وتونيك كلونيك. وجدنا ان النوعيه دي بيتتعالج بكل انواع الادويه اللي كانت على البورد من شويه، بس ما عدا دوايين، ما عدا الايسوكسامايد. الكلام مكتوب عندكم ما تكتبوش، ما عدا الايسوكسامايد. الايسوكسامايد ده كان بيقفل مين؟ كالسيوم. وما عدا كلونازيبام اللي هو الفرده الكبيره اللي بنستخدمها في الديازيبام لعلاج السمنه، ده بنزودايازيبين. تخيل حضرتك لو خدت في النوعيات دي ايسوكسامايد ممكن تعمل له مصيبه، لو خدت في النوعيات دي كلونازيبام ممكن تدخلك في مصيبه. فقال لك ممنوع منعا باتا في الانواع دي تاخد النوعين دول. طب انا عندي ايه تاني انواع صرف؟ اكمل بعد كده. عندي مين تاني انواع صرف؟ ها؟ ابسنس. وعندي مين تاني؟ وعندي مايوكلونيك. اللي ما كانوش ينفعوا هحركهم بالطريقه دي، ينفعوا وبعدين هحرك بالطريقه دي. اتفضل كده. يبقى انا دلوقتي مين بس بيعالج ابسنس؟ اسمع معايا، مين بس بيعالج ابسنس؟ ايسوكسامايد وكلونازيبام بس. الكلام واضح على فكره في الجدول، مش محتاج كتاب. ومين بس بيعالج مايوكلونيك يا فندم؟ سمعوني، مين بس بيعالج مايوكلونيك؟ كلونازيبام. طب مين بيعالجهم كلهم؟ الفالبرويت. طب في حد تاني بيعالج؟ في حد تاني بيعالج. هنحط مع الابسنس كمان اللاموتجرين هتلاقيه تحت عندك، وهنحط مع المايوكلونيك. ها التوبي ايه يا فندم؟ التوبي رب. هتقول لي اشمعنى حطيت ده الاول؟ هقول لك لانه بادي بحرف الان. عايزين نشوف انا نفسي بذاكر ازاي؟ انا نفسي بفكر ازاي بسهوله؟ بفكر نفس حاجات تافهه زي كده. فمين كده بيعالج لك ابسنس؟ سوكسامايد وكلونازيبام ولاموتشرين. في سؤال شهير جدا جدا ما بيجيبلكش في اختيارات بالبرويت، ليه؟ لان هو عارف ان اي عالج سؤال في الشارع اي واحد هيقع فيه هيكتب ايه؟ بالبرويت. يقول لك واحد، على فكره اللي بيجي لنا دايما في المستشفى بيبقى عنده نوعين من السرطان. يعني مفيش حد بيجي له عنده نوع واحد. بيجي لنا عنده ابسنس ومايكلونيك، عايز دواء يعالج ابسنس ومايكلونيك. كلونازيبام فقط. طبعا سؤال مشهور جدا وحضرتك مش هتاخد بالك منه غير من الجدول. صح ولا غلط؟ حد واخد باله؟ مين بيعالج بس ابسنس ومايكلونيك؟ ايه رايكم كده؟ هو الكلونازيبام.
طب هل الديسوكسامايد يعالج ابسنس وماي كرونيك؟ طب اسالكوا سؤال، هو الكاربامازيبين هيعالج مين هنا؟ الكاربامازيبين يعالج مين هنا؟ يعالج دول، حط هنا كل حاجه، حط هنا بريجابالين، حط هنا جابابنتين، حط هنا كاربامازيبين، حط فينيتوريل، حط باربيتوريت معايا، لا حط كل حاجه ما عدا مين ومين؟ سوكسامايد هاندلونز. اتفضل. ليه؟ لاني بقفل الشانل المفروض بقفلها، بغير في كهربه المخ. تغيير كهربه المخ وجدنا ان بيبان على الطفل ده لو انا بقفل الباربيتوريتس او بقفل، اولا في حاجات كتير تخليني ما اخدش الادويه دي في الابسنس، لان الابسنس بيجي دايما في سن الاطفال، حتى بيسمى باللغه الفرنسيه بيتيما بيتي، لانه بيجي في السن الصغير، وده طفل اساسا عنده مشكله في الكوجنيشن. لما تعرفي حضرتك الادويه اللي انا شايلها من ده، كل الادويه دي بتضرب الكوجنيشن، فده ابسط حاجه ما اقدرش اجرب الادويه دي فيه بشكل قوي عشان الكوجنيشن عند الطفل ده بيضرب. ثانيا الادويه دي زي ما انت شايفه فيها بيقفل كالسيوم، فيها بيقفل صوديوم، فيها بيقفل حاجات مش مطلوبه. الابسنس انا عايز اقفل مين فيه بس؟ الابسنس انا عايز اقفل انهي شانل فقط؟ رد علي، الابسنس انا عايز اقفل مين؟ الكالسيوم في انهي مكان؟ في الثلمس. ايه اللي يخليكي تمنعي عن الصوديوم في كل الاعصاب؟ ايه اللي يخليكي تشتغلي على النمبر سيستم؟ ايه اللي يخليكي تمنعي لي الجلوتاميت انه يفرز؟ الولد ده هيبقى اباسيتك، عنده اموتيفيشن، هيبقى عنده اتنشن ديفيسيت. الكلام ده اكيد بالتجربه ثبت ان استخدام الادويه دي في الانواع دي المشاكل بتاعتها بتكون اكثر بكثير من ايه؟ من الفوائد. وابتدت بعض الاطفال تظهر عليها انواع جديده من الصرف، يعني ابتدينا نشوف ماي كلونيك في واحد ما كانش عنده، ابتدينا نشوف الاعراض بتاعه التونيك كلونيك بتحصل كتير، لانك بتعملي ايه في الكهرباء بتاعه المخ؟ بتغيري في شكل الاي سي بي. طب هو كده بيستخدم يعني ما تجيبوش لاي واحد عنده يعني لو خدته اكتر من اسبوع هينهش لك كبدك، كبده توكسيك جدا جدا. طبعا طبعا هو ده حاجه مش قليله. تمام نكمل. نعم السؤال. الأول مجموعة استخدمت أدوية ليه في نفس الشكل؟ أنا مسامع. نعم. كلنا زمان مش بيت في الصوديوم متشد. كلنا زمان بجاره. لأن الأدواع دي التونيك كرونيك والبارشير سيمبل والكومليكس فيها كذا حاجة. فيها سينسوري وفيها موتور وفيها هلاوس. فأنت محتاج حاجات تقفل في كذا مكان. ما انا بقول حاجه ما جابتش نتيجه مع الناس دي. يعني لما قلنا ايسوكسامايد وكلونازيباب اولا ما كانتش افكتيف مع الناس دي، ثانيا اظهرت على الناس دي مشاكل ثانيه احنا ما كناش عايزينها تقفل. يعني انت التونيك كلونيك ده تقفل له الكالسيوم عشان الليه بتاعت الثلمس ملوش اي علاقه. وجدنا يعني بتحليل المرض وجدنا ان التونيك كلونيك ملوش اي علاقه بدخول الكالسيوم في الثلمس. استخدم له ليه دواء اسمه ايسوكسامايد؟ مش عايز صوت الدواء ده ممكن يعني لان ما بيعملش مشاكل معاه. المشكله الوحيده اللي بيعملها بره المخ، بيعملها كهبات توكسيك في اماكن ثانيه. طيب كده خلصنا الصفحه دي، خلصنا 13، خلصنا 14، نقلب هاتي 15. باربيتوريت انا بتكلم على الكلونازيدام فقط. صفحه 15 اكتب عليها ريدنج، انا مش عايزها. لو انت فهمت اللي انا قلته مش عايز 15 في حاجه، هاتي 16. هاتي 16 خلاص. نكتب على 16 سؤال ريتن، سؤال ريتن هام جدا جدا جدا. يلا بينا نلخص ثاني اللي قلناه. مين اللي ينفع في كل انواع الصرح؟ ماشي، مين اللي ينفع؟ انا عندي دلوقتي يا شباب عندنا مرضين حاجه اسمها بارشال سيمبل وبارشال كومبلكس. البارشال سيمبل وكومبلكس مع التونيك كلونيك بيتعالجوا باني انواع؟ كل حاجه ما عدا مين ومين؟ سوكسامايد وكومبلكس. دي تبقى جايد لاين زي ما كنا بنقول مين رقم واحد مين رقم اثنين، مش احنا اللي عاملينها. بعد كده بننتقل للابسنس. كان مين ينفع في الابسنس؟ اللي ما نفعوش قبل كده. مين اللي ما نفعوش قبل كده؟ كلونازيبام والايسوكسامايد. طب مين ينفع في المايكلونيك؟ طب هل نفس دول ينفعوا ولا بحط ادويه عليهم؟ بحط لاموتيجرين هنا وبحط التوبيرامات والدواء اللي اسمه ليفي تي برضه بيتحط هنا. الليفي تي بيتحط معاه هتلاقوه مكتوب عليه. طيب هناخد الثلاثة الكلاسيك بقى. مين الثلاثة الكلاسيك اللي هم أول ثلاثة ظهروا؟ اللي هم اللي كانوا بيقفلوا مين؟ اللي بقول لك كانوا موجودين؟ يا جماعة والله لغاية 96 ما كانش فيه أدوية صرع غير بتقفل الصوديوم بس.
تخيل كل الميكانيزمات دي ظهرت من 96 لغايه النهارده. يعني لغايه 96 كنا بندرس في البكالوريوس في البطنه، ما كانش حالتنا غير مين، ما كانش حالتنا غير مين ومين ومين، الفينيتورين والكاربامازيبين والفالبرويد. شوف كل يوم بيطلع يطلعوا بعد كده قفله الكالسيوم، وبعد كده طلعوا النمضه، وبعد كده لعبوا على الجابه، وبعد كده لعبوا على ترانسامينيز. الكلام ده بترتيب الاكتشافات يعني. واخر حاجه خالص بيلعبوا على الفيزيكال بتاعه الجلوتاميت بالليفيتي. الليفيتي ده طالع 2016 تقريبا، بقاله 3 سنين. خلينا بقى نتكلم على الجدول ده. ان ده بيجي ريتل، مش كله بيجي ريتل، بيقارن ما بين اثنين مثلا، مش لازم الثلاثه، بس عايزين نعرف الثلاثه مع بعض، عشان الثلاثه لما بتحطوا مع بعض بيبقوا سهلين شويه. الفينيتورين ده اسمه في السوق ايبانيوتين، معرفش تسمع عن حاجه اسمها ايبانيوتين. ده مشهور جدا جدا ورخيص جدا جدا، العلبه لا تتخطى 5.30 جنيه. ف خلي بالك من السعر، لانك بتتكلم على مريض هتقعد تعالجه سنتين. يعني ايه تعالجه سنتين؟ هنعرف بعد شويه ان الجايد لاينز بتاعت الابليبسي مهمه جدا، زي الجايد لاين بتاعت الدبريشن. فاكرين كده الجايد لاين بتاعت الدبريشن؟ فاكرين الدبريشن كان بقول ان الدواء فشل بعد قد ايه؟ بعد 4 اسابيع، ولو اي امبروفمنت بكمل 4 اسابيع، ولما العيان يخف بديله 6 شهور، وبعدين بعمل جرادوال وذرول، ولو اتكس بديله سنتين. وما كنتش ابدا غير بالادويه العبيطه الاس اس ار اي والاس ام ار اي، وكنت اختلف بالماو او بالليثيوم او بالتي سي. فاكرين حاجه كده؟ برضك الجايد لاين هنا، برضك الجايد لاين بتاعت الباركنسون كانت صعبه جدا. فاكرين 9 حاجات بتاعت الالي دوبا اللي بتخليك تكمل بالالي دوبا وتخليه تستمر. فبرضك هنا هنجيب ست جايد لاين بعد شويه، هنقارن الثلاثه الكبار اكوردنج لـ7 حاجات. احط فينيتورين، واحط كاربامازيبين، واحط فالبرويت، وبضربهم في 7. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا هعمل جدول مكون من 21 نقطه، فيهم 3 كلكم عارفينهم فيها درجات. 3 هديه على فكره، 3 هديه، تقريبا نص الجدول ببلاش. ليه؟ بص كده، كلهم جي اي تي، وكلهم سي ان اس، وكلهم هايبر سنسيتيفيتي. عايز ايه تاني؟ تعال نشوف. كلهم مؤذين جدا على الجي اي تي، نوزيا فوميتنج، دايريا، ابدومينال بين، بس اوحشهم الفالبرويت، ان هو فالبرويك اسيد. الفالبرويت ده اسمه فالبرويك اسيد، اسيد يعني. عارفين الاسيتال سلسيليك اسيد، وعارفين قصه الاسيد بالترافنج اللي جوه جدار الامعاء، وعارفين انه لازم يتاخد على معده مليانه، ولازم تبتدي بسمول دوز والقصه. وبالتالي الجي اي تي سهل، هم الريتم بتاع الجي اي تي يعني زي الكافيين كده، بيحفزوا جدار الامعاء وبيخلوك بيخلوا الاتش سي ال يفرز اكتر والقصه دي. باي باي. السي ان اس مثلا كلهم زفت على السي ان اس ما شاء الله. بيعملوا مثلا ديبلوبيا بيخليك تشوف الصوره 2، كل ده بتقفل صوديوم بتقفل كالسيوم. بيعملوا اتاكسيا بيضربوا لك الموتور كورتكس. بيعملوا لك ممكن تريمورز، بيعملوا لك حاجات كتير، كل ده مقبول. بس الفينيتورين بص بقى، بص 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 هتيجي كاتب لك ايه يا فندم؟ كوبليش. الواد بيبقى فاشل في التعليم. ودي حاجه مش هينه. الواد بيبقى فاشل في التعليم، وبتشتم المدرسين، وبتشتم من اهله، وهو ملوش اي ذنب. الفينيتورين اكتر دواء بيتباع، لانه اكتر دواء رخيص، واكتر دواء اطفال المدارس في مصر بتاخده. ما بيقدرش يعمل اي حاجه فيها انتربريتيشن، ما بيقدرش يحسب اي عمليات حسابيه، ما بيقدرش يفهم السؤال اللي اتساله. بيرد بعد فتره، يعني تساله تحس ان هو ايديوت، يعني هو الولد كان واعي وكل حاجه، بس تحس ان في عنده عتب. ده بيضربه مين؟ ها الفكره. حضرتك فاكرين في معرض الباركنسون، فاكرين الواد اسمه قريبي؟ اكيد فاكرين، اللي هو كنت بدور على الاربيبرازول عشان ما اجيش جنب الكوجنيشن. قلت لكم لازم مريض السايكوزس ما يقعدش في البيت، واوعى تخاف من المدرسه، لان قعدته في البيت لوحده لو امه بتشتغل هتجيب له الهلوسه اكتر، ويجي له الهلوسه دي. فما تستهونش بالكوجنيشن لما اضربها بالفينيتورين، دي حاجه بتقلل جدا جدا من اسهم الفينيتورين في التريتمنت. كلهم بيعملوا هايبر سنسيتيفيتي، طبعا مش عند كل الناس. وحضرتك مش عند، عارفين مجموعه اللوب دايركتك حد ناس ورا؟ عارفين اللوب والسايزايد لما كانوا بيحتوى على صدفه، وقلت لكم بيعملوا هايبر سنسيتيفيتي، دول كده. وطبعا حضراتكم تعلموا جيدا ان الهايبر سنسيتيفيتي معناها ان ما قللش الجرعه، معناها ان خلاص، ان خلاص اطلع بره الكلاسيك وشوف لك حاجه بقى من جديد. الادويه دي ما تعتبرش غاليه، يعني الفالبرويت اللي هو ديباكين ب 48 جنيه، ده بالنسبه لنا احنا بنتكلم في اسعار مقدور عليها. لكن انت بتتكلم في الجابابنتين والبريجابالين بتبدا ب 270 جنيه. الادويه الجديده حتى الايسوسوكسامايد، الادويه دي معديه المئات. الجدول ده عشان طالع من زمان وشركات كتير بقت بتنتجه. طبعا انتوا عارفين الدواء لما بيطلع لازم الشركه اللي طلعته تفضل تبيعه حصريا 10 سنين. عارفين كده ولا لا؟
لما الدواء يطلع الشركه اللي انتجته ممنوع ان حد تاني ينتجه غيرها لمده كام سنه؟ 10 سنين عشان تقدر تلم مكسب الاختراع اللي عملته. بعد كده من حق اي شركه تانيه انها تاخد القرص تحلله. عندنا في جهاز في عين شمس بياخد القرص يطلع لك الكونتنت بتاعته. وبالتالي انا اقدر اعمل منه ايه؟ شركتي تعمل منه. فلما الدواء بيفوت عليه فتره طويله تلاقيه رخص. في مضاد حيوي مشهور جدا اسمه مثلا اوجمنتين. الاوجمنتين ده اتعمل منه حاجه اسمها كذا نوع بقى بعد كده. في اوجمنتين ب 90 جنيه ده بتاع الشركه الام، في دلوقتي اوجمنتين بيتباع ب 16 جنيه. ليه؟ لان هم خدوا القرص وحللوه. في ماده اسمها دواء اسمه زيسترو ماكس. في زيسترو سين طلع، في زيسترو كام طلع، في زيسترون طلع، في ازيسترو مايسن طلع. فاهم الكلام؟ فالادويه القديمه دي ليه بقت رخيصه كده؟ انا بكلمكم في السوق، ليه الادويه دي بقت رخيصه كده؟ اتجابت واتهرشت واتعرفت واتعملت في شركات تانية. يعني سر الصنعة خلاص بيتفتح. طيب الهايبر سنسيتيفيتي بيخليك مجبر انك تاخد الادويه دي وتطلع براها. باي باي. بخلصنا اول، نحط صح على اول ثلاث خانات. طيب نكمل. مش عايز صوت. نخش بعد كده على عنوان اسمه LME. شايفينه؟ ايه ال ام اي ده؟ ليفر مايكروزومال انزيم. احنا عادة في الابليبسي يا ريت حضرتك تاخد كفايتك في قراية الاي جي. حد فاهم؟ يا ريت حضرتك تاخد كفايتك في قراية الاي جي وتشخص نوع الابليبسي صح عشان تختار دواء واحد بس. الابليبسي ما ينفعش فيه كومباينيشن اجنت. الابليبسي لازم مونو ثيرابي. ليه بقى؟ ان حضرتك الواد ده انديوسر والواد ده انديوسر والواد ده انهبيتور. يعني لو ده اتاخد مع ده يعملوا ايه ببعض؟ يعني هما بيعملوا انتر اكشن في نفسهم. يعني الانديوسر ده اصلا ده عبيط، ده بياكل في نفسه. مش كنا بنقول زمان يا جماعه ان طباخ السم لازم يدوقه؟ مش انا كراجل انديوسر هعمل ايه في الليفل بتاع نفسي؟ مش هزود تكسير نفسي فالليفل بتاعي يقل؟ طب لو خدتك مع اللي جنبه انا هقلل الليفل بتاعه. وانا قلت لكم مرض الصرع لازم تقعدي من غير ولا نوبه صرعيه لمده سنتين. فبنخاف نحط ده على ده او نحط ده على ده. انا لو منعت تكسير ده هيسممني، ولو كسرت ده زياده الليفل هيقل. فهنا ده ما بيحبش الشريك. الابليبسي لازم العلاج يكون مونوثيرابي، ونفضل ماشيين بالمونوثيرابي لغايه اما نقول جاي نبقفه وناخد واحد تاني مونوثيرابي. فين وفين بقى لما الدنيا تبقى بايظه خالص ممكن نحط دواء تاني. لكن حته ان احنا نعمل كومباينيشن، فاكرين السي بي اس؟ كان اول ما العيان يجيله كومبليكيشن في الهايبرتنشن هم عاملين كومباينيشن. هنعمل كده في الدايابيتس برضه. الدايابيتس ما تقدرش عليها بمرض البلوك اللي جاي. لكن المونوثيرابي هو اساس علاج ايه؟ هو اساس علاج الابليبسي. ليه بقى يا عمي؟ لان الفينيتورين درسناه زمان على انه ايه؟ ها؟ انديوسر. والكاربامازيبين درسناه على انه انديوسر. الفالبرويت اول مره نسمع عنه انهبيتور. ماشي. يعني لو جالك في الامتحان ده بيعمل ايه في الليفل بتاع باقي الادويه؟ بيقللها وبيقلل نفسه. وده كذلك وده بيزودها. بس مشكله الفينيتورين كمان انه رشق في حته غبيه قوي. ابتدى يزود تكسير الفيتامين د. يوه ليه كده بس؟ وجدنا ان الانزيمات اللي بيحفزها هي الانزيمات اللي ممكن تكون بتعمل ميتابوليزم للفيتامين دي. فكنا نستغرب العيال اللي بتاخد الدواء ده ليه عظمها بيبقى هش كده وطري كده. لما عملوا ابحاث على الفينيتورين وجدوا انه بيكسر الفيتامين دي. طالما مفيش فيتامين دي يبقى مفيش بروتين عشان امتص عليه الكالسيوم من الامعاء. مش الفيتامين دي قالوا لنا زمان بيصنع الكارير بروتين؟ طالما مفيش بروتين يبقى مفيش كالسيوم بيعدي من اكلي ولا شربي ولا ادويتي، وبالتالي مفيش عظمه. وبالتالي بص بيقول لك ايه؟ لازم الواد ده تعمل له حاجه اسمها كالسيوم سبلمنت، وتدي له فيتامين د عشان ممكن يجي له لين عظام او اوستيوماليجيا. حد فاهم حاجه؟ ليه يا فينيتورين كده؟ مش كفايه خليت الواد غبي؟ هو الفينيتورين بيعمل ايه في الكوجنيشن؟ سمعوني بيدمر لك الكوجنيشن. طيب يبقى انت بتضرب الوقت في مقتل، عشان كده الدواء ده رخيص بالمقارنه بالباقيين. طب كمل. نزلوا بعد كده على الار بي سي على البلد. جم قعدوا الثلاثه مع بعض كده بالليل على القهوه وقال لك هيقسمها اسمه العدل. الفينيتورين قال لك انا هقوم بالار بي سي، والكاربامازيبين قال لك انا هقوم بالوايت بلد سيل، والبالبرويت قال يعني انا قليل انا هقوم بمين؟ بالبليتلت. هي اتقسمت كده فعلا. البالبرويت بيعمل ثرومبوسيتوبين زفت زي الهيبارين كده، عارفين ده اسمه هيبارين لما كان بيعمل هيب. الكاربامازيبين بيعمل اجرانيولوسيتوزس، كان في دواء كده اسمه كلوزابين.
كان في حاجه كده اسمها سايكوزيس، ده رقم واحد. وكان في السايكوزيس في نوع ريزيستنس في الناحيه بتاعه الادويه الاتيبيكال، كان في ادويه بتستخدم في الريزيستنت سايكوزيس. كنت بقول لكم 30% من حالات السايكوزيس ريزيستنت، ولما تبقى حاله ريزيستنت كمان جوه الريزيستنت باخد الدواء اللي اسمه كلوز. حتى قلت لكم بجيب دولافه، قلت لكم ان الكلوزابين ده بتاخده لما العدو يبقى خلفك والبحر يبقى امامك. قلت لكم شركه الادويه بتلف عليك تتحايل عليك عشان تخلي الزبون يروح يحلل الدم لمده سنتين مجانا. ان الكلوزابين هو من اكثر الادويه الغبيه في الاجرانيولوسايتوزس، حط معاه كمان الكاربامازيبين بيدمروا الار بي سيز وممكن يضربوا البولمر شخصيه. الفينيتوين بيعمل ميجالو بلاستيك انيميا، يبقى كمان عايز فوليك. يبقى انت وفرت في سعر الفينيتوين وعملت تدي الواد ادويه بفلوس برضه. يبقى انت ما يضحكش عليك تروح تجيب فينيتوين بخمسة جنيه وتقعد تصرف جنبه فيتامين د ب 12 13 جنيه وتروح تجيب فوليك اسيد ب 12 13، يبقى العلبه ثمنها قرب من 40 50 جنيه. حد واخد باله؟ يبقى الفينيتوين بيضرب فين وفين؟ الفينيتوين بيعمل ميجالو بلاستيك انيميا، محتاج فوليك. محتاج فوليك وكمان ضارب الكالسيوم، فمحتاج كالسيوم وفيتامين د. كده خدنا كام نقطه؟ خدنا خمسه، نقولهم مع بعض. سي ان اس كلهم ايه وايه وايه؟ يلا كلهم اتاكسيا وديلوبيا اي كلام ودراوزي ان اس والكلام ده كله، بس مين اكثر تاثيرا على سي ان اس؟ بالنسبه للهايبر سنسيتيفيتي كلهم ممكن، مش لازم يعملوا، بس لو عندك عشاق معاك يعملوا. هو مش لازم كل الناس بتاكل سمك يجيلها حساسيه، بس السمك سمعته وحش ممكن يعمل حساسيه. فلو حصل هتاخد الدواء مش عايز صوت، لو حصل هتاكل الدواء ولا توقف الدواء. على الجي اي تي قلت لكم كلهم كويسين، بس مين اصل كلهم وحشين بس مين اوحشهم؟ نزلنا بعد كده على الليبر مايكروزومال انزيم. قولوا لي مين انديوسر ومين انديوسر ومين انهبيتور؟ اول اثنين انديوسر واخر واحد انهبيتور، عشان كده يستحب نعمل كومباينيشن ولا ناخد مونوسيرابي. نزلنا بعد ذلك على الدم. وجدنا ايه في الدم؟ فكره الار بي سيز والكلام ده كله والوايت بس. طيب فبسالكم سؤال، واحده ست جالها صرع وحملت وهي عندها مرض الصرع، او اوريدي كانت حامل وجالها صرع وهي حامل، يعني دلوقتي انا عندي مشكله كبيره، خاصة لما تعرف ان كل الادوية اللي كانت على البورد من شوية كلها براتوجين و100% مش هقول لك احتمال 100% يعني كلاس A. كلاس A يعني لازم هتعمل. نعمل ايه؟ نديها ادوية الصرع والواد يطلع عنده تشوهات ولا نسيبها عشان الواد ما يجيلوش تشوه؟ ها؟ نسيبها. قال لك لو سبتها هتموت وتموت البطان، يعني اتاك واحدة من التونيك كلونيك ممكن تخلص عليه. هتفهم حاجة؟ لو جالها واحده من التونيك كلونيك، فاكرين التونيك كلونيك دي؟ لو جات لها واحده من التونيك كلونيك وطولت اكتر من دقيقتين وضربت لها الدايفرام هيحصل لها فشل، فهي تموت واللي بطنها يموت. وبعدين احنا مش ضامنين الواد يجيله تشوهات، وبعدين يقول لك ادي اقل جرعه ممكنه، وبعدين حاول تعبيها فوليك من بدري عشان على الاقل نطمن على نيورونال تراك. هي اكتر تشوهات بخاف عليها هي البرين. في عيال بتتولد بانكيفالي، في عيال بتتولد من غير برين اصلا وعندهم مشاكل في نيرونال تراك، فلازم ياخدوا فوليك. كلهم بقى المره دي لازم ياخدوا فوليك. يعني الفيريتوين بياخد فوليك لسببين، ايه؟ الفيريتوين بياخد فوليك عشان جاو بس كارينيا، ولازم تاخد فوليك تحسبا للتراتوجينيسيتي. اقروا كده التراتوجينيسيتي الفيريتوين. اتفضل. كليفت ليب وبلد دي مقدور عليها، دي ممكن نعملها لها جراحه، لكن الغبيه بيضرب الاتريوم والفنتريك. بيعمل ايه اس دي وبيعمل بي اس دي، بيخرم عند بعض الاطفال المسافه ما بين الاتريا والفنتريك الاستريبتر. طيب الكاربامازيبين ما عملش حاجات كتير، بس بيعمل صباع زياده، ساعات بيعمل صباع ناقص، ساعات بيعمل مشاكل في العين. لكن الغبي قوي قوي الفالبرويت بيعمل سباينا بيفيدا، مش عارف تعرف عليه سباينا بيفيدا. سباينا بيفيدا مش منظر بس جمالي، سباينا بيفيدا بتقطع اليوريتر، بتقطع النيرف اللي راح للبلاضر. عارفين ان الفات اللي رايحه للبلادر بتبقى معديه من جنب السباين، لو هي لمبر شويه او سكر شويه الاطفال دي بيحصل لها سيست، يعني حاجه عضويه. بقى درسنا حاجه اسمها نوكتورنال انيوريسيز سايكاتريك، بتبقى حاله نفسيه ممكن اصلحها بادويه كتير، لكن ده ما بتصلحش، ده ما بتصلحش، لان في مرض عضوي، يعني في عصب مقطوع، في عصب فيه ضمور، وانا مش عارف اعوض لي الواد العصب بتاعه. يبقى كلهم وحشين، بس اقلهم وحشمي، مين احسن الوحشين؟ الكاربامازيبين، بس برضك وحش. وهنعرف بعد شويه ان احنا نحاول نقلل من الجرعه قوي، فلو ان انا عايز اقول لكم اكشوالي بنعمل ايه مع الست دي، بنديها جرعه كبيره. ليه؟
ان وجدنا ان الحامل يبقى الميتابوليزم فيه عالي جدا. الست الحامل منطقه الاحشاء ومنطقه البيزنتري ومنطقه الاسبلين ومنطقه اليوترس يبقى فيها كميه بلاد فيزل وفيها كميه بلاد سبلاي، فالليفر عندها بيبقى شغال زي الفل، فتديها دواء من هنا تهرسه. فدايما الست الحامل لما بنيجي نديها ادويه بنديها ادويه بجرعه صغيره ولا جرعه كبيره؟ جرعه كبيره، لان حتى لما بنيجي نستبدل الجرعه العاديه ما بتجيبش معاها. فيقول لك اتكل على الله حفاظا على حياه مين؟ سمعونا، على حياه الام رقم واحد، والطفل بقى انت معاك بالسونار لو شفت حاجه ميجور ممكن تنزله، ممكن تستشير تتصرف، بس اهم عندي حاجه هو مين؟ هي الام شخصيا، لان اتاك واحده ممكن تخلص عليها وعلي الفطنه. اتفضل. طيب فريدي باخده بجرعه صغيره وجالها تشنجات، لازم اعمل ايه في الجرعه؟ يعني فريدي باخد وجوه فاشل، انا لازم اقعد ازود في الجرعه؟ مش هو ليه ثرابيتك اندكس؟ هما كلهم تراتوجينيك. ايه بس ده لا تراتوجينيك. ماشي اوكي، بس هو ده مش بيعالج زي فيتوري مثلا في بعض الامراض؟ ما هو بيبقى فيه بقى مش عليكم بقى الكلام ده، بس بيبقى فيه خيارات قدام الدكتور زي كده، مريض باركنسون قد مين قبل مين ومين قبل مين؟ تعليمه الكلام ده بقى مش مفهوم. اوكي؟ لا 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 انا بتكلم، انا قلت ان الكوليك بيظبط النيرونال، بس انا بدي عشان اتجنب حاجه ميجور ممكن تحصل. الفوليك ليه علاقه بالسي ان اس، لان الفوليك البي 12 داخله في تصنيع الاعصاب، وبالتالي انا بدي فوليك عشان ما تبقاش حاجه ميجور، ما يجيش انين كيفالي، ما يجيش عندي مشاكل في الاعصاب، حاجه اسمها سب اكيوت كومباين ديجنريشن في الاعصاب. فالفوليك بيخفف شويه من وطئه التراتوجينيست، لكن الحاجات الخارجيه دي مش بقدر اعمل فيها. بنختم رقم 7، الفيتولين بيمنع الاكتيفيشن الانزيم اللي اسمه VHFR اللي هو تحويل الفوليك للفوليك، وبالتالي بيقلل جدا من نسبه الفوليك الاكتيف في الجسم، وبالتالي بيمنع تصنيع الهارد سيلز بشكل كافي وبيؤدي الى انجاز الوصفه. طيب ممكن اكمل؟ رقم 7، كل واحد فيهم بقى خد له التاتش بتاعه. الفيتولين قال لك احط التاتش بتاعي، ايه هو التاتش بتاعه ده؟ الفيتولين قال لك احط اف واف واف، والفالبرويد قال لك احط اتش واتش واتش، والكاربامازيبين قال لك احط اي دي اتش. تعال نشوف القصه دي، ايه السبيسيفيك حاجه لكل واحد فيهم؟ كل واحد فيهم بيعمل حاجه بقى خاصه بيه. اولا قلت لك الواد اللي بياخد فينيتوين بيبقى طفل اف فاشل، صح؟ ليه بيبقى الطفل ده فاشل؟ سمعوني، ليه الطفل ده بيبقى فاشل؟ لان الكوجنيشن اخباره ايه؟ بيبقى زفت. كمان الفيس بتاعه بيبقى غريب جدا، وخاصه في البنات. اشمعنى؟ الوش الفينيتولين اندروجينيك، يعني انت بتدي البنت ده هرمون ذكوره، فبيطلع لها شنب ودقن، يعمل لها هيرشوتيز. مش بس كده، كمان بيكبر لها جدا حجم الجم، يعني بيبقى مش اسود. في حاجه اسمها جينجيفال هايبربليزيا، يعني ايه؟ الجم بيكبر قوي وبيطلع لقدام، بيبقى فيه ضب كده، فالسنان بتبتدي تبعد عن بعضها، والشفايف ما تقفلش، تبقى دايما الشفايف مفتوحه، وتقطيع الوش بتبقى حاده جدا، لدرجه ان اللي بياخد فينيتولين من البنات بتقدر تطلعه. فهو واضح ان هو عدو المرأة، سواء واحدة ست كبيرة صغيرة طفلة حامل مش حامل، الفينيتولين ده غبي عليه. عشان كده يقول لك هو كمان على فكرة بيفرز في اللعاب، وافرازه في اللعاب ده بيعمل اريتيشن في الميوكس ممبرين بتاعة الفم، مشكلته ملوش طعم. فيقول لك لازم اللي ياخد فينيتولين يبقى دايما في ايده ازازة مية عشان يتمضمض كل شوية ويتف اللي في بقه، هو مش عارف المادة موجودة ولا مش موجودة. وهي لما بتعمل اريتيشن بتعمل كولاجين ديبوزيشن، فده اللي بيكبر حجم الايه؟ بيكبر حجم الدم. فنقرا كده، يقول لك بتعمل تغيرات في الوش، بتعمل كورس فيشال فيتشرز، بتعمل هيرشوتيزم، بتعمل اكني، محتاج لها جم هايجين. يعني ايه كلمه جم هايجين؟ تنظيف للبق او البول، غسيل الاسنان، تنظيف للثه كده. ثالث اف ان الواد ده محتاج فريكوينت مونيتورنج. الدواء ده زفت، نارو اندكس، صح ولا غلط؟ نارو اندكس وساتيورابل كاينيتك. فاكرين لما كانت الام تشرب الواد 5 سم كان ماشي، لو الواد خد 6 سم مش ماشي. ليه؟ كنا بنقول فيه بس 5 سم انزيمات، انزيمات على قد ال 5 سم بس. لو انت خدت اكتر من 5 سم، السم الزياده ده مش هيتكسر. خدنا ده في الجنرال يا شباب. مش كان حاجه اسمها ساتيورابل كاينيتك، تسمع الكلام وتمشي جنب الحيط، طول ما انت لو دوز ليك ثيرابيوتيك اندكس وليك حاجه اسمها سي اس اس واعرف اطلع لك هاف لايف وكده. يبقى ايه الثلاثه اف بتوع الفينيتولين؟ فاشل يعني كوجنيشن اخباره ايه؟ سمعوني، ها كوجنيشن ضايع، الوش فيه مشكله،
ما تاخدوش كده وتسيب العيان، لازم كل شويه تجيبه تشوف السيرم ليفل. عارفين يعني ايه السيرم ليفل؟ لان الرقم المميت قريب جدا من الرقم السيف. معايا حضراتكم؟ طب الفالبرويت يتميز بثلاثه اتش. اول اتش قلت لكم عليها ايه؟ ليه ما بنحبش الفينيتوري الفالبرويت بالرغم ان هو واد جدع بقى وما حصلش بقى؟ يبقى توكسيك جدا. على فكره الهيماتوكسيستي بتاعته ما بترجعش، لازم لها ليفر ترانسبلانتيشن. يعني الحته اللي بتبوظ بالكبد من الميتابلايت بتاع الدواء ده ما ترجعش تاني تلتئم ولا يحصل لها هيل. الحته اللي بتبوظ عوضك الله فيها. تاني اتش الدواء ده بيعملها ان هو بيوقع الشعر، بيعمل هير لوس عامل زي الهيبارين كده. يوقع الشعر. تالت اتش وانت صغير كانت مامتك بتاكلك بتقول لك ايه يا جمل؟ هم يا جمل، فبيفتح الشهيه جدا جدا جدا. ويزود الوقت. اتش دي ولا مش اتش؟ يلا بينا. طيب. فبيعمل ايه في الوزن وبيعمل ايه في الشهيه؟ بيزود الوزن. مش كانت بتقعدك في الحب كده وتقعد. طيب نرجع لورا. انت ما ترجع تمام؟ طيب. المهم. طيب فاضل لي بقى الكربومازيبين. بدأنا ان الكربامازيبين بيزود افراز الاي دي اتش. دي مشكله كبيره على فكره. لما بزود افراز الاي دي اتش انا كده هخفف مين؟ هخفف الملح. وده المرض اللي خدناه زمان اسمه دايلوشنال هايبولاتريميا. على فكره ده مرض مش حلو يعني. عارف يعني ايه دايلوشنال هايبولاتريميا؟ يعني ساعتك هتفضل مسطح ومش هتعمل اي حاجه. انا عايز اقول لكم على حاجه. عارف في بعض الناس بعد حادثه العربيه ولا حاجه لما دماغك بترتطم مثلا بالازاز لا سمح الله، خاصه لما تكون مش لابس حزام ولا حاجه، لا ساعات بيعمل مشكله في البوستيريو بيتيوتري. اسمع، حاجه اسمها البوستيريو بيتيوتري بتطلع الهرمون اللي اسمه اي دي اتش. في بعض الامراض بتؤدي الى زياده افراز الاي دي اتش، فانت تقوم من العمليه ونعمل لك اشعه على الاكس زي الفل، ومفيش ولا نقطه قديمه ولا نقطه نزيف، بس مش قادر تقوم من عسكري. الحالات اللي انا شفتها على قد خبرتي الصغيره يعني، تخيلوا الناس دي بيبقى عندها فرط في افراز الاي دي اتش. الاي دي اتش لما بيفرز كتير بيعمل ايه في الميه؟ يعمل ايه في المايك؟ يحبسها. فبيخفف مين؟ لو مفيش ملح انت مش قادر تعمل اي وظيفه حيويه. لما الملح يبقى الكونسنتريشن بتاعه ضايع ما بتبقاش قادر تقوم على السرير، كانك في غيبوبه بس انت فايق بس مش قادر تعمل اي حاجه. الناس دي بتغلبنا، الناس دي بنعملها سي تي، بنعملها ام ار اي، وبنمسكها نتحصل حته حته، الوقت ما فيهوش ولا كسر ولا في قديمه ولا في حاجه، بس مش عارف يقوم على السرير. من الحالات اللي احنا شفناها بنجد ان الناس دي مع الصدمه بتجد بوسيم بتيوتري ثلاث اشهر اي دي اتش بتبدا تطلق. ما نعرفش ايه السبب. ده مرض على اخذ البرانش اللي جاي اسمه ان ابروبريت اي دي اتش سندروم. يعني واحده كده تلاقي البوسيبيتيتري بتطلع اي دي اتش بدون سبب. الاي دي اتش بيحبس ميه يقوم مخففين. فالدايلوشنال هايبوناترينيا دي مميته، ما تستهونش بيه. الصوديوم هو سر الحياه. انا قلت الكلام ده، انت بتعمل كل وظايفك بالديبولاريزيشن بتاع الصوديوم، وبالتالي لو تخفف كانه مش موجود. الكربامازيبين دي غباوته، انا فرحان بيه ان هو ليست تراتوجينيك، بس هو بيطلع كميات كبيره من الاي دي اتش، فبيخفف مين؟ يخفف الاول. خلص. الدكتور معنى كده هو مش بيعمل برضه اللي هو سيديشن وحاجات زي كده؟ مش سيديشن، انت بتبقي فايقه بس عضلاتك مش قادره تتحركي بيها، يعني انت جسمك ما بيعرفش يركز برضه كده ولا ايه؟ لا لا لا، مش بشكل مباشر، مش بنفس الثاني بيضرب المخ مباشره. طيب نكمل؟ طيب ممكن نكمل؟ لقيت الادويه الادفيرز افكت بتاعتها ايه؟ يلا يا جماعه اسمعوا، لقيت الادويه الادفيرز افكت بتاعتها ايه؟ نقرا الجايد لاينز الاول قبل ما نقرا الادويه. نقرا الجايد لاينز صفحه 17. الجايد لاين بقت سهله، نقرا الجايد لاين لو سمحتوا. لو سمحتوا. نقرا الجايد لاين الاول وبعدين نطلع ناخد البوكس بتاع السي بي اس بتاع الادفيرز افكت. انا قلت كل الجايد لاين وانا بشرح، فهنقراها، حضراتكم اقروا معانا لو سمحتوا. رقم واحد، لازم تشخص صح. ممكن نقراها؟ لازم تشخص صح. ليه؟ عشان ما تاخدش حاجه مش حاجه. مش قلت لك يا اخي في نوع اسمه ابسنس ما ينفعش فيه مين؟ ما ينفعش فيه كل الادويه، ما ينفعش فيه غير نوعين بس اللي هو مين ومين؟ سوكسامايد والكاربولونازيبان. في نوع اسمه مايكلونيك ما ينفعش فيه غير كلونازيبان بس. ما تستعبطش لما تسمع امشي على الجايد لاين، ما تغيرش. وبالتالي بص كاتب لك ايه؟ بروبر دايجنوزس لنوعيه الابليبسي وتختار الدواء المظبوط.
لانك ما تعملش ريسك زياده عشان خاطر كمل. رقم 2 العلاج اللي يبقى كومباينيشن ولا مونوثيرابي. مونوثيرابي ليه بقى يا عمي؟ بريفير لان كل الانتي ابليبتيك دراج لا اما ايه لا اما ايه اقرا لا اما انديوسر لا اما ان بيخبطوا في نفسهم وبيخبطوا في غيرهم. كمل. لازم سعادتك بتبدا بجرعه صغيره وتفضل تزود فيها لغايه ما الصرع يتوقف. يعني انا عاده ببدا بالليست دوز بيبقى لسه في تشنجات بزود الجرعه يبقى لسه في تشنجات بوصل لجرعه اللي بتخلي التشنجات تتوقف واكمل عليه. لو كانت تشنجات تاني بغيرها بنفضل على كده بتاع سنه لغايه ما نوصل للاوبتيمم. زي كده مريض الضغط انا بعد اديله كذا جرعه لغايه ما اظبط ضغطه 120-80 ما بقدرش اديله جرعه من الاول. ببدا بنص قرص وبعدين قرص وبعدين قرصين من نفس الدم. فتقول لحضرتك ابتدي الجرعه صغيره وبدواء واحد وحاول تزود الجرعه. لو مفيش افكت حاولي حضرتك تعملي سبستيتيوت. ما قلتش حط قلت اد ولا تبدل. بدل اخر ما تقلق ممكن تضيف ده لما الموضوع يبقى مفهوش كنترول خالص. رقم 4 العلاج اتفقنا لازم يستمر كام سنه؟ سنتين. رقم 5 لما يخف الواد بتعمل جراديوال وذرول على 6 شهور صح ولا لا؟ لازم تعمل جراديوال وذرول على 6 شهور. محتاجين يا شباب ندي فوليك اسيد مع الفينيتورين بس ولا مع الكل؟ مع الكل. ناخد رقم 7 خاصه بالحمل. نقرا كده في الحمل يقول لك الحامل شود ريسيف اقل جرعه ممكنه بس ده ما بيحصلش اقل جرعه ممكنه من الدواء. دونت ستوب الدواء لان ممكن يحصل لها مصيبه مش ليها بس ممكن للجنين كمان. ففكر حضرتك ان الحمل عاده بيبقى الميتابوليزم بتاع الدواء طبيعي ولا اكتر من الطبيعي. فممكن انا كده بديك بالسطر ده الحريه الكامله انك تعمل ايه في الجرعه. انك بكتب لك ادجست دوز بقى براحتك. احنا كاتبين ايه؟ احنا كاتبين ايه المفروض نبدا بمين؟ بالليست. بس انت هتتفاجئ ان الميتابوليزم بتاع الست عالي فظبط جرعتك انت بقى مع نفسك. فبطلق يدك في انك تعمل انت عايزه. ايه الصفحه؟ ايه الصفحه؟ ايه؟ ايه؟ ما انا قلت الادفيرز افكت هرجع له بقول لك ايه اللي بالصف؟ هنكمل انت شفتني هرفت؟ دكتور يعني ايه؟ يعني حضرتك بدله بدواء تاني؟ لو لقيت الدواء مش جاي معاك كتير؟ عادي على طول يعني ولا بقلله؟ انا بقعد ازود الجرعه ازود الجرعه ازود الجرعه بتاع الدواء الاولاني يعني ما لقيتش منه نتيجه. يعني انت بوقفه على طول ولا لا؟ ما هو جراديوال يعني بتقلل من ده وبتبتدي ده. لا يا فندم ما انا في الاخر خالص بقى لما بغلب بضطر اعمل كومباينيشن. بس ده امتى؟ لما يكون الواد بقى له 3 4 سنين والبيبس شغاله معاه. فاهم يا دكتور؟ يعني انا ببدا بقى الحامل ببدا بقى لجرعه يمكن تجيب معاه نتيجه. لقيت ان الميتابوليزم عندها بتخلي الدواء مش جايب نتيجه بدي جرعه جديده. يعني الدواء الناس اللي ممكن بس لا ننزله برضه في التدريج بس مش 6 شهور. ننزله في التدريج يعني قرص يبقى نص وبعدين ربع وبعدين بنبدا تدريج. لما يخف بقى بننزل 6 شهور. لما يخف ها نكمل. ليه بنعمل مونيتورنج؟ اوكي استاذنكم كمل. ليه بنعمل مونيتورنج؟ لان الادويه دي يوسف وين هي مكتوب عندك سطرين. يعني انا شايف انك فاعل على وين بس يعني مش لازم الرغي اللي حواليك. انت ممكن تقلب في اللي حواليك. ليه بنعمل مونيتورنج؟ لان الادويه بيقول لك لو كانت انديوسر ممكن الليفل يقل ولو كانت انهبيتور ممكن الليفل يزيد. متشكرين. الفريتوين ليه واحده خدوا حدوته؟ فاكرين فريتوين قلت لك مش بس الارو اندكس ومش بس ساتيوريشن كاينتك كمان ديفرنت باي افيلابيلتي. لو تفتكروا زمان في الجنرال كده كان في دوايين واحد اسمه فريتوين وديجوكسين. كنت بقول لكم لو الطفل بياخد فريتوين بتاع شركه سيد للادويه ما ينفعش يغيره وياخد شركه فايزر للادويه. ودي مشكله كبيره جدا بتقابلنا مع قله الضمير اللي موجوده عند بعض البشر. ان الفريتوين مثلا شرب لونه بني مثلا وطعمه زي البرتقال وفي فريتوين بتاع شركه ثانيه لونه احمر وطعمه زي الفراوله. الاثنين ممكن بالرغم ان هم اورال تجد واحد البايبلبيت بتاعته 60 واحد البايبلبيت بتاعته 50. دي نتيجه ان الماده بتاعت الملح بتاع الفريتوين لما بتحط عليه اكسيديان مسكرات عشان طعمه يبقى كويس عشان يبقى لازق عشان تقدر تحطه في معلقه ما يبقاش متقطع منك او مفتل منك بتغير في البايوفيلبيتي بتاعتك. فايه اللي بيحصل بقى؟ وايه اللي بيخلي ساعات العلاج يفشل؟ نلاقي واحد ابنه غلبان وعنده صرع يروح يتفق مع الصيدلي ان اول ما تيجي كرتونه الايفانيوتين يحجزها له في 24 علبه ثمنها مثلا 500 جنيه يقول له خد 1000 جنيه يبقى هو كده بيدي له ايه فوق ثمنها؟ 500 جنيه فوق ثمنها في مقابل ان هو ما يطلعش حاجه منها غير لابنه.
وياخد الكرتونة يكتنها عنده ويجرم الكراتين على قد ما يقدر، لان الوضع يتعالج بالدواء ده لمدة قد ايه؟ سنتين. وبعد كده واحد تاني غلبان في نفس المنطقة السكنية يروح يسأل على الشركة دي ما يلاقيهاش، ومفيش صيدليات تانية قريبة منه، فيضطر يعرض عليه شركة تانية، فيروح ياخد الشركة التانية. الشركة التانية ممكن البايوفيرابيلتي بتاعتها تبقى ايه؟ سمعوني مختلف. يقول الواد قرب يخف، تجيله نكسة تاني. الكلام ده برضك بيحصل في لبن الأطفال. لبن الأطفال الحكومة مدعماه، العلبة بتنزل ب 12 جنيه. اللبن المستورد بينزل بتاع مثلا بحوالي 70 جنيه 80 جنيه. فتجد الأب من دول هو فاكر كده انه بيفيد ابنه، يروح يدفع على اللبن بتاع الأطفال ده. تكلفته الفعلية مثلا 150 جنيه يدفع عليها 500. ال 500 دي بالنسبة له أوفر. إن لو اشترى العلبة هناك الواحدة ب 100 جنيه. فالصيدلي بيحط في جيبه أو التكنيشن بيحط في جيبه 400 جنيه سحت وحرام. والراجل ياخد عنده علب لبن هو فاكر كده ان هو بيشفي ابنه بيه. فده نوع من انواع سوء التقدير ونوع من انواع انعدام الضمير. فالسطر الاولاني ده مهم جدا اللي انا كاتب فيه، اللي بيقول لك ايه؟ الفينيتوين الريجولار بايو افيلابيليتي. اقرا كده يعني ايه كلمه الريجولار بايو افيلابيليتي؟ يعني بيختلف من مكان لمكان او من شركه لشركه. فعشان كده يقول لك صوت وان فورمولا فروم سنجل مانيفاكتشر شود بي يوزد. هتفهم حاجه؟ يعني تشغيل، يعني انت لازم تشتري بتاع شركة سي تفضل مكمل عليه، بتاع شركة فايزر تفضل مكمل عليه. طبعا استطرين التامين انتوا عارفينهم، ان حضرتك الدواء ده بيتبع الساتوريشن كاينيتك وبيعمل دراج انتر اكشن عنيفة. احنا خدنا نوع اسمه ايبليبسي، صح؟ اللي هو الايبليبسي بتجيلك اتاك وتختفي بعد دقيقتين، لكن لما تفضل طلع نازله تاني طلع نازله. اسمه ايبليبسي ولا ستيتس؟ نقرا الستيتس. الستيتس ده بالنسبه لنا زي كده، فاكرين حاجه في الريسبيريشن اسمها ستيتس ازماتيكس؟ طب بلاش. فاكرين واحد الواد بتاع الباركنسون اللي كان يجيله اوف؟ عارفين يعني ايه اوف؟ بيعدي الفجيل عند التربيه النوعيه ده وقع في الشارع، فلازم نتصرف بحاجه انجكشن. فاكرين كنا بنديله كورتيزون بتاع الريسبيريشن، وكنا بندي بتاع الباركنسون ده اسمه ابو مورفين، نديه تحت الجلد. نفس الكلام هنا، لما لا سمح الله القصة تقفش ويبقى فيه أتاك 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 أتاك، لازم ياخد فاليوم. إيه الفاليوم ده؟ اللي هو ده رازيبان. رازيبان منوم، ويتاخد انترافينس أو ناخده ريكتال. ابعد عن بقه يحصل يقطع لك صباع. اوعى تهرب تقرب صباعك من سنانه، إن هو نفسه ممكن يضر نفسه، ممكن يقطع لسانه. فما تحاولش تفتح بقه أو تقرب من سنانه ساعة الإيه؟ ساعة الكونفولجن. فاعتقد الروت مكتوب ايه عند حضرتك؟ لاما ايه لاما ايه؟ لاما اي في لاما ريكتر. بندي الميتا زولام، انا لازم انيمه لان التشنجات مش هتفك غير لما افقد الوعي. اتعمل من فينيتورين حقن اسمها فوس فينيتورين انجكشن. ممكن اديله باربيتوريت. الباربيتوريت ما تخافش منه، بس الباربيتوريت فاكرين كان سيديتنج اكتر ومنوم اكتر. ساعات والله بتتفتح اوضه العمليات، بنفتح اوضه العمليات ونجهز بند كلي جنرال انستيزيا ونديله سكيتر مصر الأكسن. أنا شفت طفل ما كانش عنده إبريبسي، كان عنده كونفالجن فبرايل نتيجة الحرارة. في أطفال لما حرارتهم طلع على عن 39 يتشنجوا، والتشنجات بتبقى ريزيستنت لكل الكلام ده. خد فاليوم وخد وخد وخد، ما فكتش غير بالجنرال أنستيز. فتحيت أوضة العمليات في مستشفى عبد القادر، فاهم تعرفوه أرض الجولف، وتحط له جنرال أنستيزيا بغاز ببنج بحدوتة عشان بس الواد يبطل يتشنج. نرجع للجدول ناقصنا عشان نقول باي باي يا إبريبسي. ايه هنقوله النهارده ان شاء الله في البروبو فولد؟ هنقوله النهارده ان شاء الله في جنرال انستيزيا. فين جنرال انستيزيا؟ ايه الستاتس؟ يعني اتاك 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 اتاك، انا بتشنج وبفك بعد دقيقه. هو بقى الاتاك بتفضل شغال عليه على طول، ما بيفكش، شغال يعني اللي انت بتشوفه اللي طالع ده ما بيحصلوش لسه. فده يا فرام زي التغير كبير غالي يلا بينا. بومو فولد جنرال انستيزيا هاخده دلوقتي حالا في المرتبه الثانيه ان شاء الله. هو لو عندك كونفرجن مش هنعرف ما حضرتك بنجيب 3 4 رجاله يمسكوه. هنعمل ايه؟ هنجيب في 2 رجاله ماسكين دراعه الشمال و2 رجاله ماسكين دراعه اليمين. مفيش اوره، ما بعرفش افتح له بقه اصلا. هعمل ايه؟ لازم اوصله له ساعات الدهون هنا شكله عشان ندور له على بنك ليه، ساعات الدهون ريكتر اي حاجه. اوكي يا جماعة، الجدول اللي فاضل السوكسامايد، فاكرينه ده؟ السوكسامايد ذكر
لا مش كده. السوق سماعي لم يذكر الا مع مرض واحد فقط اللي هو مين؟ السوق سماعي الايسو سوق سماعي ده بتاع الكالسيوم اللي في الصلمس بتاع الابسنس هو لوحده ما ذكرش في حته ثانيه. هو سيكس شايفين حضراتكم ما بنعملش حاجه شويه جي اي تي على شويه كلام فارغ. هنضبط جدول في اسماء الادويه الجديده حضرتك. الجدول ده حفظ ما فيهوش اي فهم. هتعمل فيه كل دواء مكتوب قدامه اسماء الادفيرز افكت. هتقول لي كل ادفيرز افكت بيحصل من دول ليه؟ ما نعرفش. ما نعرفش ليه؟ لان كلها حاجات لسه ريبورتد. عارفين يعني ايه ريبورتد؟ ناس خدت الادويه دي. يعني في ادويه مثلا بتعمل هايبوثيرميا. يعني ايه هايبوثيرميا؟ بينشفك يعني بيخليك زي الاتروبين. عارفين دواء اسمه اتروبين؟ مش كان بيخلي عندي دراي سكين وده بيخلي الحراره ترتفع. الجدول ده مش مهم عندي. اللي مهم عندي رقم واحد الاموتجرين بيعمل نوع من انواع الحساسيه الغبيه اسمها ستيفنز جونسون سندروم. احنا خدنا نوع قبل كده اسمه ليفيدو فاكرينه؟ لا حنين. لا الستيفنز جونسون سندروم دي بتعمل نوع من انواع لو سمحتوا يبقى الايتشنج فيها عنيف جدا. بيبقى معاها بصور، بيبقى معاها قرح، بيبقى معاها نزيف من الجسم كله لدرجه ان البني ادم بيحصل له هايبوفوليميك شوك من كتر ان الهيموريج اللي بيطلع من الجسم. فده العيب الخطير في الاموتجين انه ثبت ان بيعمل نوع من انواع الحساسيه. طبعا مش معروف ليه. يمكن من اقوى انواع الحساسيه وسميت باسم اللي اكتشفوها دول ناس اتنين ستيفن وجونسون هم اللي قالوا كده. فده نوع من انواع الفيتال ديرماتيتس او الفيتال هايبرسيستي. الباقي بقى هتلاقي اللي بيعمل ستون، هتلاقي اللي بيعمل هايبوثيرميا، هتلاقي اللي بيعمل هايبرثيرميا. كلها حاجات ريبورتد. عارفين يعني ايه ريبورتد؟ كل ما الدواء يتاخد الادويه دي كلها طالعه من 2015. فاعتقد الجدول مش هقدر افيدك فيه بحاجه. لو كان فيه تفسير للادفيرز افكت كنا قلنا. نفتح الابيوز ده اصلا. الابيوز هناخد البوكسات بتاعته. يلا بينا. الابيوز هناخد البوكسات بتاعته. يعني ايه البوكسات بتاعته؟ اي حاجه فيها بوكس هنذاكرها. غير كده مش هنذاكرها. ليه؟ لان احنا بقالنا 5 سنين على هذا المنوال. طبعا الابيوز لسه هيدرس في الاسبوع السادس في المحاضرات. انا ما اعرفش هيدرس ازاي، بس انا بتكلم على ما تم في السنوات الماضيه وان شاء الله يتم السنه. الا بقى لو حد فيكم مش متوافق هيقول لك ادرس الابيوز كله، يبقى ساعتها نقعد ننظم ونشرحه تاني. فالمهم هناخد زي ما بنعمل كل سنه، بنيجي نقول لكم في الابيوز ذاكرين يا عمي البوكسات فقط. هنقرا البوكسات. مش هناخد كل البوكسات، هناخد 3 ونكملهم في الحصه. اوكي؟ فالحصه الاولى بتنتهي مع البوكس رقم 3. خلاص؟ اول بوكس خلصناه قبل كده، اقراه كده. على فكره هما 3 بوكسات انت عارف منهم 2. ازاي؟ اول واحد عبيط قوي. واحد مدمن، يا اسامه ركز. واحد مدمن على بنزودايزابين قصير في المفعول استبدله بايه؟ كان قالت به الادمان ايه؟ ان استبدل الحاجه القصيره بحاجه قصيره لحاجه طويله، حاجه طويله بس. هو ده اللي مكتوب عندك في البوكس الاولاني. لو انت بتاخد، لو سمحت لو سمحت الصوت، لو انت بتاخد بنتو باربيتال استبدله بفينو باربيتال. عارفين طبعا الفينو، فاكرين لما قلت لكم ده شورت اكتي ولا لونج؟ لو انت بتاخد كلونا زيبام او بتاخد بيتازولام استبدله بالفاليوم. عارفين الفاليوم بيقعد 12 ساعه. بس نحط صح قدام اول بوكس. طب يقول لك ايه في اول بوكس؟ يقول لك لو انت مدمن على باربيتوريت قصير وقفه خد الطويل. لو انت مدمن على بنزودايازبين قصير وقفه خد الطويل ونقلب صح. نخش على البوكس رقم 2. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ لو دايزبان دايزبان يستبدل القصير بطول. حد فاكر كده ده اسمه البرا زولان كان بيعالج فيه؟ البرا 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 اللي هو انتي بريسنت كيميكال رابر. طب ممكن نكتب على البوكس بتاع الكحول سؤال امتحان. يمكن اهم بوكس هو والنيكوتين والاوبيويد. بوكس الكحول مهم جدا جدا جدا. يلا بينا صفحه 20. هو ده اللي فيه كلام جديد. بوكسك لو واحد يتعاطى كحول في مشكله كبيره في الكحول ده. ركزوا معايا ان الكحول سهل الحصول عليه والمده بتاعته بتنتهي سريعا. انك تاخد كاس او تاخد كوبايه منه سهل جدا انك تحصل عليه ومدته قصيره. كنت قلت لكم وانا بشرح كان في كحول حلال كده اللي هو البنزوديازيبين. فمكتوب عندك في اول سطر لو واد مدمن على الخمور بتبطل الخمور وتديله بنزوديازيبين. بس انتوا عارفين ان انا كده هخليه يدمن بنزوديازيبين زي ما عملت في المورفين بالظبط. مش لو واحد مدمن مورفين بخليه يدمن ميثادون.
طيب بس فانا كل اللي بخليه ابطله يدمن كحول واخليه يدمن بنزودايازبين. بس انتوا تعلموا جيدا ان انا طول ما انا باخد بنزودايازبين هو منعني من التشنجات. حد فاكر حاجه؟ مش الدايازبام كان انتي كونفلسنت؟ فهو انا جاي اسحب بقى البنزودايازبين ممكن الواد يتشنج. فبيقول لحضرتك اديله دايازبام خليه من الدايازبام وبعد فتره اسحب منه ايه سمعني اسحب منه دايازبام. مش معنى اخترت دايازبام انه شورت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ لونج اكتنج عشان ما ياخدوش كتير ويتعود عليه هو كمان. يبقى رقم واحد بنستبدل الكحول قصير المفعول، حد معايا ده؟ بدايازبام طويل المفعول، نفس الايفوريا ونفس الدماغ ونفس المتعه اللي بتيجي من الكحول. واجي اسحب الكحول، واجي اسحب ايه بقى بعد كده سمعوني البنزودايازبام. متوقع وانا بسحب الدايازبام انه يعمل عكس اللي كان بيعمله، هو كان حميني من التشنجات. ومتوقع لو انا ادمنت الدايازبام واجي اسحب هتشنج فديكي انت ايه يا فندم كونفرز. ايه دور البن واحد في الموضوع؟ الثيامين. وليه الكحول بيخليك تحس ان انت بقيت اباثيتك كده ومش عارف تعمل حاجه؟ ممكن ترسم ورايا الرسمه دي اصلا. الكحول فيه عيب جامد جدا على فكره، ان اللي بيتعاطى كحول هو بينكر اللي بيحصل في دماغه. يحصل له مراحل من المناطق السوداء في يومه، يعني بيجي له مناطق كده ساعه ولا ساعتين بينساها تماما. يعني بيحصل له زي بلو هولز كده او بلاك هولز كده، بتقع من الذاكره بتاعته ما بيبقاش عارف حصل فيها ايه. وبالتالي بيبتدي يملاها باي افكار قد تكون افكار هلاوس او قد تكون حاجات سيئه. سببه ده ان الكحول بيعمل حاجه وحشه قوي. حضرتك لما تتعاطى الجلوكوز يحتاج اكسجين ويخش خليه المخ ويعملوا بروسيس تسمى جلايكوليسيس ويتحولوا الى بايروفيت. البايروفيت ده هو البريكيرسور الاساسي للاي تي بي، يخش بعد كده الميتوكوندريا بتاع سعادتك ويتحول داخل الميتوكوندريا الى الطاقه اللي هي الاي تي بي. وجد ان البايروفيت بيخش عن طريق انزيم، والانزيم محتاج كو انزيم. الكو انزيم ده هو مين يا فندم؟ هو بيتا 1 بي 1 فيتامين. وجد بقى الكحول اللي بيعمل ايه في البي 1 ده؟ بيشيل. هيحصل ايه؟ قول تاني. الجلوكوز والسكر، بس جلوكوز قصدي والاكسجين بيخشوا الخليه يتحولوا داخل الخليه البايروفيت. بعد ما بيتحولوا البايروفيت، البايروفيت بيخش فين سمعوني؟ جوه الاي تي بي، جوه الميتوكوندريا يطلعوا اي تي بي. دخول البايروفيت بيعتمد على الانزيم، الانزيم عايز محفز، المحفز هو الفيتامين بي. اللي بيطير الفيتامين بي هو الكحول. يبقى حضرتك لو في كحول فيه فيتامين بي رد عليا. لا. طيب ماشي. الانزيم هيشتغل؟ لا. البايروفيت هيدخل؟ لا. هيتحول الى ايه؟ لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد هيعمل ايه في خليه المخ؟ يحرقها. وبعد ما يحرقها يطلع في دمك. يعمل ضمور في المخ وبعد كده يطلع على الدم. الضمور ده هو اللي بيخليك تنسى. الضمور ده هو اللي بيخليك تنسى واباسيتك. فلما بيتعاطى كحول وعايز ينضف منه لازم اعوضه عن اللي حصل فيه فتره التعاطي دي. فلازم اعوضه عن اي فيتامين؟ عن الثيامين. كل الكلام ده تقييم مطلوب بيه، بس انا بفهمك ليه الثيامين مهم. الثيامين لو مش موجود البايروفيت مش هيعرف يخش جوه الميتوكوندريا يا شباب. ولو البايروفيت ما دخلش جوه الميتوكوندريا هيعزلك ويتحول لك، بدل ما يتحول الى اي تي بي هيتحول الى ماده اللاكتيك اسيد. فتخيل حضرتك بتطلع حمض جوه خليه المخ، انت هنا جوه المخ مش جوه الدم. ولما نسبته تزيد يبتدي يظهر في الدم ويعمل لاكتيك اسيدوز اللي هي اصلا بتعمل سيديشن كمان وبتعمل اباثي. يبقى نقول مع بعض اللي بياخد كحول اللي محتاج ايه وانا بنظفه بالكحول. يلا معاك. اللي بياخد كحول بيعمله ايه؟ اللي بياخد كحول بعوضه بايه؟ دايازبام واسحب جراديولي واديله انتي كونفرزر. رقم واحد. رقم اثنين بديله الثيامين. رقم ثلاثه محتاجين نعمل له حاجه اسمها سايكو ثيرابي. السايكو ثيرابي مهم جدا في ادمان المخدرات والسجاير والكحول. السايكو ثيرابي في الطب النفسي هتدرسه في سنه رابعه ولا خمسه، بيتعمل جروبس كده، يعني بيقعدوا ناس عندهم نفس الظروف. الكلام ده على فكره استاتستيكالي ثبت انه بيقلل من المشكله 70% والادويه بتشتغل على 30% بس. يعني لما اتجمع انا وناس تانية وناس قد تكون مثلا من نفس مستواي التعليمي او كده، وكل واحد فينا يحكي قصته مع المشكله دي وهو جه المصحه ليه، يبتدوا يعملوا نوع من انواع التنافس بينهم ويكسبوا من بعض. يعني انت بيوعدوا بعض مثلا بمجموعه من الوعود ان انا هقعد من هنا لغايه الخميس الجاي ما تعطاش مثلا،
هيبتدي مرة والتانية والتالتة يبتدوا يعني يخافوا من بعض يعني. وفي ناس طبعا بتنعزل وتطلع بره جروب كبيرة وهي مش عايزة تتكلم. فالسايكو سيرابي وجروب سيرابي ده مهم جدا جدا. طبعا في الأول بيبقى تحت إشراف المصحة، وبعد كده هما بيتعرفوا على بعض وبياخدوا نمر بعض. نكمل بعد كده، بيتعمل عندنا على فكرة جروب سيرابي في المستشفى لو عايزين تبقى تحضروه مرة في المستشفى. لا الكلام ده مهم جدا لأن هو ليه طريقة معينة في إدارة الحوار، ولازم كلام يبقى كلام كله إيجابي، يعني ما نقدرش نقول كلام سلبي فيه، يعني لازم يكون فيه نقد بناء. يعني اوعى تقول له كلام سلبي عشان ما يتكس مرة تانية. في حاجات معينة تتعلموها تقولوها ازاي، ان انت تحاول عارفين جماعة اللي هم بتوع التنمية البشرية دول والكلام ده يقعدوا يعملوا الكلام ده تمام. هم بيعملوا الكلام ده، انا نفسي انا مش مقتنع بيه بس يعني هم بيقول عليه بيجيب نتيجة. نرجع لموضوعنا، ايه بقى الدواء اللي اسمه دايسولفرام؟ ونكتب على الدواء ده اهم جدا جدا، يمكن اهم دواء في المستطيل. ايه دايسولفرام ده؟ الكحول لو انت سبته هيتحول لخل. الكحول اللي بدمك بيوصل لغايه فين؟ هيوصل لغايه اسيتيك اسيد. وده هو انا عايز الواد اللي يبطل الكحول ده لو شرب كحول بعد كده يبقى مستمتع بيه ولا يقرف منه؟ بس تعال نشوف هنعمل ايه. الكحول اللي هو الايثانول، خليك معايا حضرتك الايثانول يا عمي لو سمحت. الايثانول عن طريق انزيم اسمه الكحول، الكلام ده كله حضرتك للفهم فقط. عن طريق الكحول دي هيدروجينيز يتحول الى اسيتالدهايد. اسيتالدهايد والاسيتالدهايد عن طريق انزيم اسمه الدهايد دي هيدروجينيز يتحول الى اسيتيك اسيد. الاسيتيك اسيد ده عسل، ده خل. ايه المشكله لما احط طول النهار على الاكل؟ ما فيهوش اي مشكله. لو انت سبت الكحول يوصل للخل العيان هيستمتع جدا، مش هيشعر باي حاجه. انا عايز اقربه صح عشان لو فكر ناخده مره ثانيه يقرف ويرجع ويحس بسخونيه في جسمه ويبقى مش طايق نفسه. فيجوا مع مين؟ ايه قافلين هنا عطري دواء اسمه ايه يا فندم؟ سمعني دواء اسمه داي سولفرام. الداي سولفرام بيقطع فين؟ اسمع معايا، داي سولفرام بيقفل الكحول دي هيدروجينيز ولا الالدهايد دي هيدروجينيز، فيمنع تحويل اسيتالدهايد للبيس اللي هو الخل، فيخلي مين يزيد؟ يخليك اول ما تشرب كاس الخمره لو داي سولفرام ده في دمك هل هتسيبه يتحول لاسيتيك ولا هتوصله هنا؟ ده بيعمل ايه؟ بيخليك على طول اول ما تبلع الخمره ترجعها. لان الاسيتالدهايد لما بيزيد في دمك بينديوس الفوميتنج وفلاشنج وسخونيه في الجسم وقرفه. طبعا هتقول لي طب الواد بيبقى عارف الكلام ده؟ لا، عامل زي النالتريكسون. فاكرين النالتريكسون؟ لو هو عنده الويلنج انه يخف بقول له، اصل الدواء ده بيتاخد لمده سنه، فصعب افضل مخبي عليه سنه. الدواء ده بيتاخد يوميا لمده سنه. على فكره ادمان الكحول بيبقى اصعب بكثير من ادمان المخدرات. عشان اشيل من دمك الكحول واخليك انسان سوي صعب جدا بالمقارنه بالمورفين والهيروين. وبالتالي دايسولفرام ده بيفضل يتاخد يوميا بطريقه معينه، لازم يبقى في دمك 24 ساعه عشان حضرتك حتى لو ضعفت لا سمح الله والشيطان قدر يضحك عليك ويخليك تشرب تاني. انا عايز الماده دي، حد فاهم حاجه؟ عايز الماده دي تصل للاسيتيك ولا تصل للاسيتالدهايد؟ اقفلها لي لو سمحت. يبقى الدواء ده هل بيمنع الكحول دي هيدروجينيز ولا بيمنع الالدهايد دي هيدروجينيز؟ بس ايه تاني محتاجينه؟ هتختم بدواء اسمه اكومبروسيت. الاكومبروسيت ده مكتوب عندكم في الفارما اللي هو النون كوز. لما تيجوا بقى السنه الجايه ندرس لكم توكسو هتعرفوا ان ليه نون كوز. اكومبروسيت ده بيقفل النمبر. هما مش كاتبين لكم في الفارما هو بيعمل ايه، بس ده بتوع توكسو طبعا عاملين عليه ابحاث اكتر من عندنا، ان هما اللي بيتعاملوا مع العيال المتسممين بالكحول. عارفين يعني ايه بقى في النمضة؟ انتوا عارفين ايه اللي بيخليها تنكس؟ ايه اللي بيخليني لما اسحب منك الكحول اتنكس؟ مش التشنجات؟ هي التشنجات مين اللي بيعملها؟ مش الجلوتاميت؟ هو مين الريسبتور بتاع الجلوتاميت؟ مش النمضة؟ قال لك حاول تقلل من اعراض السحب عشان الواد ما يتنكسش وياخد شنطته ويهرب. مش الواد اول ما بيجي لنا نوقف عنه الكحول ممكن لا سمح الله يتشنج، ممكن يبقى هو الواد ليه بيبقى عصبي ويكسر العمر؟ ليه لما بسحب منه الكحول؟ مش الكحول ده بنزو دايازبين؟ مش طول ما انا باخد بنزو دايازبين انا هادي؟ لما باجي اسحب بحصل لي ايه؟ اجيتيشن. اجيتيشن ده بيطلع من انهي ماده؟ جابا ولا جلوتامين؟ يبقى اقفل لي النقص. بس ما حدش يكتب الميمو ده لان مش مكتوب في الكتاب، بس تبقى عارف الاكومبروسيت ده ايه. يبقى حضرتك احنا محتاجين البوكس ده مهم جدا جدا جدا. مش بس مهم الامتحان، مهم لو شفت حد كده. محتاجين كام دواء في الكحول؟
مش لازم العدد يعني فهموني، محتاجين اكومبروسيت ده في مين؟ نمبرز. محتاجين بي بنزو دايازبين عشان استبدله مع الكحول، ولما اجي اسحب خلي بالك هتدمنه، البنزو دايازبين بيعمل ايفوريا هتدمنه هتحبه زي الكحول بالضبط، فلما هاجي اسحبه هيعمل لي مشكله كبيره برضك معوضها بالانتي كونفرت. بندي نالفريكسون، اعتقد عندك مكتوب نالفريكسون برضك، ما احنا قلنا على فكره في الاوبيويد ان نالفريكسون بيقلل الكريفنج بتاع الكحول. الادويه الغريبه اللي ظهرت عندنا في البوكس ده الدايسلفراق، عرفت المودو فاكشن بتاعه ما بيقفلش فوق. يا جماعه كاس الخمره لو وصل الاسيتيك اسيد مش هيضرني في حاجه خالص، ولا هيضر كبدي ولا يعمل لي سيروزيس ولا حاجه، فبقفله عند الليفل بتاع الاسيتالدايد وازود الاسيتالدايد، اقلب وهات لي البوكس بتاع المورفين وحطه قدامه صح مستقبليا. ما انت عارف حد يقول لي المورفين بعمل فيه ايه؟ ها مش المورفين بيتم استبدالها بميثادون؟ اقرا مش قلنا الكلام ده واحنا بنشرح المورفين بيتم استبداله بمين؟ بميثادون او بيوبرينورفين، واعمل جراديوال وذرول وانا بسحب بديك كلونيدين. ليه؟ زي فكره الاكومبروسيت يا جماعه، مش لما باجي اسحب مش انا بخلي الواد المدمن على المورفين اخليه مدمن ميثادون؟ هو صاحب الميثادون هيعمل لي وذرول، الوذرول دي هتخليني عيل وهاخد شنطتي واهرب، فلازم اكتف لك السيمباتيك بكلونيدين. وبعد ما الواد هيحصل له فاكرين كومبليت ديتوكس، بعد ما الواد يحصل له كومبليت ديتوكس او مدخل بنالوكسون ولا نالفريكسون. شكرا جزيلا، انتهت القصه دي. هناخد بريك ربع ساعه بس عشان عندي اولى بعديه في الساعه 5 ان شاء الله. يا جماعه لو سمحتوا انا هبدا، ما حدش هيعترض، هبدا 3:30 بالظبط، الله يرضى عنكم لو سمحتوا. نبتدي نرجع من قبل كده عشان يبقى 3:30 في القاعه. دكتور هي البريجننت في ميل مش المفروض اول ما اشوف هي عندها ام نوع من الطرف؟ البريجننت في ميل يعني بيجي لها ايه؟ المفروض الاول انا بشوف انه نوع من الطرف عندها؟ اكيد طبعا، بعد كده انا هعرف. انا هديها اي حاجه، انا هديها الدواء بتاع كله ابيض، اي دواء بقى لازم تاخده نص دوز نزود دوز. الدكتور اللي شايف مش على ولا حاجه، ماشي كويس. انا علي ده ولا لا؟ ده علي Thank you.
Thank you.